الاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال عالاهلي وبطولاته هيقولك وسع للقطر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي. حلقه جديده مع الهدف. ما زالت ردود الافعال العالميه وليست محليه او قاريه على مباراه امبارح. مباراه النادي الاهلي مع نادي العين الاماراتي اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0. اجمل ما فيها كل حاجه، ما كانش فيها حاجه وحشه امبارح. كان تنظيم على اعلى مستوى، تصوير اجمل واحلى، اداء النادي الاهلي لأول مرة من فترة طويلة جدا 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 بنشوف الأهلي أداء ونتيجة اتنين. جمهور ولا أعظم ولا أجمل ولا أروع، يعني تحفة فنية امبارح. استاد القاهرة كان في أبهى صورة، كان كل حاجة امبارح كانت حلوة جدا. ردود الأفعال ما زال الناس مذهولة، هو إيه الجمهور ده؟ إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الجمهور في جمهور النادي الأهلي ده؟ ايه الشكل اللي كان عليه استاد القاهره في الجمهور اللي كان مالي الاستاد اللي ما بطلش تشجيع؟ كان دايما عندنا مقوله ايه؟ ارجوكوا اسكتوا قبل الماتش واهدوا، علشان لما الماتش بيبدا الجمهور بيهدى بيبقى تعب. لكن جمهور الاهلي امبارح ما كانش فيه القصه دي بقى خالص، ما كانتش موجوده تماما. الجمهور من اول ما دخل الاستاد الساعه 2 الظهر طبقا لتعليمات شركه تذكرتي اللي نزلتها لغايه ما انتهت المباراه الجمهور ما بطلش تشجيع. الجمهور كان على طول على طول تشجيع، وتشجيع ايه؟ يعني يهز جبال فعلا، كانت حاجه تهز جبال. فامبارح كل حاجه كانت حلوه، كل حاجه كانت حلوه. واذا النادي الاهلي بطل نص الكون، بطل نص الكون. قدر النادي الاهلي بمكسبه امبارح انه يحقق بطوله مهمه جدا، ومكسب مادي ومعنوي وكل حاجه وكل حاجه. ودوس على مادي دي بالذات 2 مليون دولار في مباراه، ولسه ان شاء الله عندك يوم 14/12 باذن الله يقدر النادي الاهلي يزود الحصيله الماديه ويطلع للنهائي. وليه لا؟ عشان يروح اهو. بص استاد القاهره بقى في اللقطه دي حاجه عالميه بجد. عندنا استاد الرعب ده، استاد الرعب ده فعلا يخوف، حاجه ترعب. انا اعتقد ان لعيبه العين في اللقطه لو حضراتكم شفتوها اللي قبل التسخين لما اللعيبه طلعت الموبايلات من جيبها وقعدت تصور، هم مذهولين من الشكل. ايه ده؟ ايه اللي احنا داخلين عليه ده؟ حتى الكلمه اللي اتقالت في المؤتمر الصحفي لما قال لك هو الجمهور هو اللي هيلعب، ده الجمهور اللعيب رقم واحد عند النادي الاهلي. الجمهور هو اللعيب رقم واحد عند النادي الاهلي. الجمهور مؤثر تاثير كبير جدا جدا جدا. لما تنزل الملعب وتلاقي الجمهور بيشجع بالشكل الجنوني ده وبالشكل ده، لا ده تأثير كبير جدا جدا جدا. وزي ما قلت هو اللاعب رقم واحد. ناس تقول لك الجمهور اللاعب رقم 12، مستحيل يكون جمهور بالشكل ده والعظمة دي يبقى اللاعب رقم 12. ده لعيب أساسي ومؤثر جدا جدا جدا، وغيابه بيبقى لا لون ولا طعم ولا ريحة لكرة القدم. عشان كده تأثيره كبير جدا. إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم هنى النادي الأهلي بالمكسب، وكتب على السوشيال ميديا، كتب على انستجرام بالتحديد تهانينا للنادي الأهلي على فوزه الرائع على العين الإماراتي في كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي أمام 60,000 مشجع في استاد القاهرة الدولي. هذه النتيجة طاعة
تضمن لك مكانا، يقصد النادي الاهلي، في المرحلة التالية من كأس التحدي في 14 ديسمبر 2024 في الانتر كونتيننتال 2024. كأس التحدي هي نتيجة ستسعد بالتأكيد جماهيرك المتحمسة، وزي ما قلت لك الكلام موجه للنادي الاهلي. كمل انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وقال كل الطرق تؤدي الى استاد لوسيل عندما تقام نهائي كأس الانتر كونتيننتال 2024 يوم الاربعاء 18 ديسمبر، وهي المباراة التي تأهل اليها بالفعل ريال مدريد، تأهل اليها باسمه تأهل اليها باسمه ريال مدريد وبمكانته طبعا على مستوى العالم، لكن برضو على راسه ريشة، يعني ما لعبش حتى سيمي فاينل، يعني حتى ريال مدريد ما لعبش سيمي فاينل حتى زي مثلا كاس العالم بنظامها القديم، كاس العالم للأندية بنظامها القديم، لا ده جه على طول على الفاينل ولو كسب ياخد 5 مليون دولار. لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يتخطى المباراة السيمي فاينل يوم 14 ايا كان مين هو المنافس، ايا كان المنافس اللي جاي للنادي الاهلي. اعتقد ان النادي الاهلي قبل كده كسب في كاس العالم للأندية وخد برونزية على بطل البرازيل مش بعيد، وكانت برجالات ترجيح لو تفتكروا الشناوي يومها تألق تألق كبير جدا جدا وكان سبب رئيسي في فوز النادي الاهلي بالبرونزية. فاعتقد النادي الاهلي يقدر بإذن الله ان هو في شهر 12 يوصل للمباراة النهائية ويلاعب ريال مدريد بطل القرن الافريقي يلاقي بطل القرن الاوروبي. اعتقد مباراة تبقى عظيمة جدا جدا جدا. الطموح مش عيب ولا حرام انك تطمع ان انت ما تروح تلاعب ريال مدريد. طب ما الاهلي كسب ريال مدريد قبل كده، هتقولي ده كان ماتش ودي، اوكي، بس كان ساعتها ريال مدريد مين؟ انت كنت بتتكلم في زيدان وروبرتو كارلوس ورونالدو، لا ده كانت قصه تانية خالص، منتخب عالم وقتها. لكن حاليا طبعا ما زال ريال مدريد هو ريال مدريد عندما يلاقي النادي الاهلي. اي نتيجه يعني موافقين عليها ايا كانت النتيجه، لكن جمهور الاهلي يقول لك لا، طب وليه لا، انا ممكن نكسب ريال مدريد ما فيهاش اي مشكله. لكن هي طبعا كل مباراه وليها ظروفها، خلي الامور تمشي خطوه خطوه. مباراه السيمي فاينل حاليا هي الاهم للنادي الاهلي وهي اللي العين كلها عليه وهي اللي توصلك للمباراه النهائيه عشان تلاعب ريال مدريد. فطبعا هتبقى مباراه كبيره جدا، طموحات جمهور النادي الاهلي لا تنتهي لا تتوقف. خلي بالك لما تلعب على استاد 974 في قطر مباراه السيمي فاينل كانك تلعب في القاهره، جمهور طبعا هناك الجاليه المصريه في قطر كبيره جدا جدا جدا، اعتقد هتبقى ماليه الملعب كله وهيبقى فيه تشجيع كبير جدا لجمهور من جمهور النادي الاهلي للفريق باذن الله. الكاف كمان علق على مكسب النادي الاهلي امبارح، والكاف نشر على السوشيال ميديا وقال بالتحديد على تويتر او اكس: بطل افريقيا دائما في الموعد، بطل افريقيا دائما في الموعد. طبعا الكاف سعيد جدا ان فريق افريقي طبعا هو اللي رايح يلعب السيمي فاينل في الانتر كونتيننتال، عشان كده قال لك بطل افريقيا دائما في الموعد. لما تيجي تبص لمباراة امبارح وصعوبتها وتأخيرها، مباراة خلصانة الساعة 10 وبل بقى التتويج والاحتفالات والهيصة اللي حصلت دي كلها، الوقت كان متأخر، هل كولر يدي الفرقة اجازة النهاردة؟ ما حصلش، فرقة اتمرنت النهاردة في النادي الاهلي. النهاردة شارك الاساسيين في تمرينة لوحدهم، واللعيبة اللي ما لعبتش او اللي كانت بره السكور برضو كانت تمرينة. النهاردة نزل يوسف ايمن التدريب، انتوا عارفين يوسف ايمن طبقا للبروتوكول ان هو ما ينفعش يكون جاله او شبه ارتجاج وانه ينزل لازم يريح 6 ايام كامله، وريح نزل النهارده التمرين يوسف ايمن، وادى النادي الاهلي مران عادي جدا النهارده، لكن كولر مدي الخميس اجازه. طبعا انتوا عارفين الاهلي هيلعب اول مباراه ليه يوم السبت الجاي ان شاء الله في بطوله الدوري العام امام سيراميكا، ولسه مباراة سيراميكا في الذاكرة في السوبر المصري والأداء الرائع اللي عمله سيراميكا أمام النادي الأهلي، فهتبقى مباراة وبداية قوية للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام اللي بدأ النهاردة. دوري نايل بدأ النهاردة بشكل حلو، يمكن حصل
تريك كده في الاول في ماتش حرس الحدود، الاير بيس بين الحكم وبين الفار ما كانتش الصوت باين، اتاخرت المباراه 10 دقائق. لكن عموما خلينا نتكلم، بدايه حلوه جدا للدوري، حرس الحدود مع سموحه كانت البدايه الساعه 5 وفاز فريق سموحه على حرس الحدود 3-1. والساعه 8 تابعنا كلنا مباراه طلائع الجيش مع المصري، واللي انتهت بفوز المصري على طلائع الجيش 2-0. تعالوا نبدا الاول واحده واحده كده مع بعض عشان ما فيش حاجه تضيع مننا. دي مباراه حرس الحدود مع سموحه اللي انتهت 3-1 لصالح سموحه، وده الهدف الجميل لمحمود صابر. هفضل اكرر، لعيب كبير، لعيب هايل محمود صابر، لعيب كويس جدا 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 ولعيب مميز، واعتقد ان هو من اللعيبه اللي هيبقى ليها مستقبل كبير في كره القدم المصريه، محمود صابر. ده هدف التعادل لحرس الحدود من ركله جزاء عن طريق اشرف رؤى، هو اللي سجل هدف التعادل لنادي حرس الحدود. وبعد كده قدر بقى فريق سموحه انه يسجل الهدف الثاني ويتقدم 2-1. وبعد كده بقى الهدف الثالث لحسام حسن وتنتهي المباراة 3-1 لصالح سموحة. بداية حلوة جدا لسموحة، بداية كويسة جدا جدا جدا. في البداية تحقق مكسب، ومكسب تكسب فيه 3 ده كويس جدا. من الفرق المميزة اللي بتشتغل بشكل بعيد عن الايه الضجيج والصفقات والانتقالات والكلام ده كله، كابتن احمد سامي بيشتغل بطريقه مختلفه شويه، او مع اداره النادي بيروح يشوف الممتاز به، ايه الدنيا، اللعيبه اخبارها ايه، ممكن يجيب 2-3 لعيبه بس ما تشوفهمش السنه دي، هي طريقتهم كده. انا متابع الكابتن احمد سامي في طريقته، لكن السنه اللي بعدها تبص تلاقي اللعيب ده بقى ما شاء الله، بقى لعيب كويس جدا ودخل وبقى لعيب بدأنا نعرف اسمه واوا. هم شغالين بالطريقه دي، ممكن يبقى من خلال الموسم بقى يروح يجيب له صفقه ولا حاجه زي بتاعت محمود صابر كده. يعني محمود صابر ده لعيب صغير منتخب اولمبي، بس ولد لعيب هايل، يعني ولد من اللعيبه الصاعده الواعده لكره القدم المصريه، اللي اتمنى له ان هو يحترف. يعني سامحني كابتن احمد سامي ان انا ناخده منه، لكن انا نفسي حتى نفسي اللعيبه دي الكواليتي ده يلعب في اوروبا، والله العظيم اللعيبه دي تلعب في اوروبا بشكل مميز جدا. لكن هو قدر كابتن احمد سامي ان هو يتفاوضوا مع نادي بيراميدز وياخدوه اعاره سنه، واعتقد هيبقى مفيد جدا جدا لفريق السموحه، واحد من لعيبه منتخبنا الوطني الاولمبي المميزين جدا. عايز اتوقف دلوقتي مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. مساء الخير يا كابتن احمد، ومبروك اول 3 نقاط في الدوري. الله يبارك فيك، ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. بدايه موفقه، بدايه حلوه، بتبقى حلوه قوي لما ايه، حلوه البدايات لما بتبقى بمكسب بثلاث نقاط، اعتقد بتديك بقى فرصه يعني ايه تاخد نفس بعد فتره الاعداد. البدايه لما بتبقى حلوه بتفرق كتير. يعني هو الحمد لله طبعا بدايه كويسه، وببارك اللعيبه والاداره. يعني البدايه دايما بتبقى انت عارف الناحيه البدنيه، وكانوا عاملين ماتشات وديه كتير عشان الدوري صعب السنه دي بالذات 17 ماتش الاولانيين، لانك انت بدات الدور الثاني قبل الاولاني، فانت عايز توصل لذلك، مش هتعوض، مفيش تعويض، انت عايز تبقى موجود وتلعب كوره بشكل وانت واللعيبه مستريحه مش تحت ضغوط بشكل كبير. لو انت موجود مع التسعه اللي فوق تاخد مركز بشكل كويس. ويمكن يعني السنه دي يعني انا يعني في لعيبه مشيت السنه اللي فاتت، وفي لعيبه اتباعت، فما كنت بحاول على قد ما عشان ما كانش عندي سكواد كبير السنه اللي فاتت، بحاول اجيب يعني مركز واحد واثنين على اساس ما يحصلش الشوك بتاع السنه اللي فاتت، مع اننا عملنا موسم كبير جدا السنه اللي فاتت، كنا على بعد نقطه من الرابع. بس يعني اللعيبه احتفظت باغلبيه الهيكل، وطعمت الثلاثه يا اربعه من اللعيبه اللي هو معروفه للاعلام، ومزي صابر ووادي وصامويل عاره من سيراميكا اللي هو الوينج، وبرضه في اتنين من ممتاز بيه خدتهم. انت شاطر في حته الممتاز بيه دي، ليك عين مختلفه شويه
بتاخد اللعيب ما بتستناش منه كتير اول موسم، بس تبص تلاقي في تاني موسم الاداء بيتغير بتاع اللعيبه دي وبيتطور، وبتلاقيهم داخلين بشكل مميز جدا مع الفرقه، وانت في خلال تواجدك في سموحه جربتها كذا مره ونجحت معاك. بص يعني هو في الاخر في فرق بين الدوري المحترفين طبعا والدوري الممتاز. السويتش ده الحمد لله احنا بنعرف بعرف اعمله، يعني سويتش اللعيب اللي هو بيتطور وبيطلع، وانا مقتنع تماما ان لازم تطلع لعيبه جديده. اللعيبه اغلبيه اللعيبه يعني ايه، بحب اللعيبه اللي فريش اللي عايزه تحقق حاجات عايزه تحاول تتطور، لكن يعني بتبقى فاضيه الحدود. اللعيبه اللي بتلعب في 3 4 5 6 7 انديه بتبقى احنا ما بقاش عليها اقبال شويه. مظبوط. وبرضه بتعمل قيمه مضافه للدوري، يعني لعيبه جديده واسامي جديده، وان شاء الله جبت ادهم من بروكسي ومحمد سعيد ده من الاساسيين درجه ثالثه. ثالثه كمان. ابو مفاجاه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. هياخدوا وقتهم المفاجاه. طيب كابتن احمد، عايز اسالك هنا سؤال، انت كلامك مع اللعيبه كلامك مع الاداره متفقين، التارجت بتاعكم ايه السنه دي؟ ان انت تطلع تلعب مع المجموعه اللي فوق، ولا المنطقه الدافيه هتبقى لطيفه وحلوه؟ في اكيد انتوا متفقين على اتفاق معين السنه دي. والله بص يعني ما نادي سموحه من الانديه اللي دايما كانت موجوده في المراكز المتقدمه. يعني خامس سادس رابع ثالث بتوصل الحاجات دي، لكن حته الاتفاق لا، يعني ان شاء الله باذن الله احنا ناويين السنه دي يعني نبقى في مراكز متقدمه، يعني نبقى برضو تليق بنادي سموحه. برضو انت ما تقدرش تحكم قوي، لان انا برضو انت بتتكلم في احنا بنتكلم في رينج وسقف معين من المستقدمات. ما عنديش سكواد كبير جدا زي الفرق، انت بيراميدز والمصري انت بتجيب كواليتي معين انت عارف انت عارفه انت عارفه بتشتغل عليه بشتغل عليه، لكن هو في الاخر احنا عندنا طموح كبير ان احنا نبقى موجودين بشكل كويس، ونبقى برضو من الفرق اللي هي الناس تعمل لها حساب اكيد، سواء على المستوى التكتيكي او على المستوى النتائج. فاحنا النهارده كتير، وانت عند حضرتك عارف يا استاذ محمد المواضيع دي بتتخذ بالتدريج. طبعا. يعني الطموح بيزيد شويه بعد نتائج معينه في شكل معين في مرحله معينه. صح. واحنا يعني في الاخر اللعيبه تعبت فتره الاداء، لان كانت فتره الاداء صعبه شويه. كنت عايز يخشوا حته الانسجام والريتم يخشوا اسرع شويه، لكن طبعا عندك ماتشات صعبه جدا. لسه بدري قوي، الدوري صعب جدا، وعندنا ماتش جاي الزمالك فرقه كبيره جدا طبعا وجاهزه بدنيا وفنيا، لعبتين سوبر ورا بعض هم من اكثر الفرق هو والاهلي طبعا اللي جاهزين. فيعني ربنا يسهل الموضوع يجي بالتدريج ونحقق المطلوب يعني. طيب كابتن احمد سامي، بما انك بقى واحد من ابناء النادي الاهلي، انت شفت امبارح الاهلي ازاي؟ شفت الجمهور؟ شفت الماتش ده ازاي؟ ايه رايك؟ انا طبعا هتكلم الاول على جمهور الاهلي. جمهور الاهلي بيحرك الصخر. لو حتى يعني عايز اقول لك يعني شكل الجمهور وشكل الاستاد يفتح النفس اكيد، لو حتى لعيب 50% هيطلع 200%. ده صح. من على مستوى الجري وعلى مستوى الشراسه وعلى مستوى القوه وعلى مستوى الكلام ده. فالجمهور يعني خدها كده مني يا استاذ محمد، الجمهور نادي الاهلي فارق في مستوى لعيبه الاهلي بغض النظر عن بعض الماتشات، فارق معاهم 200%. 200% دي مش مبالغ فيها شويه؟ لا مش مبالغ. مش مبالغ فيها شويه؟ لا 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 200%. شكل جمهور واستاد المقفول ده مش بقى لي فتره كبيره. وحته الروح والقتال بلس كواليتي لعيبه بلس تكتيك، لا بتروح قصه ثانيه، لان الكرة دلوقتي قايمة على أربع خمس حاجات، منهم مش عشان ما أخش الكرة الحديثة يعني أربع خمس حاجات، منهم الضغط. طيب. الضغط الأهلي مثل الضغط امبارح على فرقة العين، مش عارفين يخرجوا الكورة ومش عارفين يعملوا ده للجمهور. بلس تكتيك طبعا، بس جمهور ازاي القلب والروح والقتال ومجموعات الضغط عليهم بشكل كبير. مجموعات الضغط بتترحل ازاي، كل ده عايز اروح وقتال في الملعب وكفاح. الاهلي كفح من اول دقيقه واستاهل الشكل اللي هو وصل له وفرح جماهيره، فانا ببارك لهم بصراحه مشرفينا جدا. اكيد اكيد.
كابتن احمد سامي، من الحاجات أو اخر حاجه عايز اسالك عليها، البطوله السنه دي انت قلت لي انها الدوري هيبقى صعب جدا السنه دي، وبطوله هتبقى بشكل جديد زي ما احنا عارفين بشكل استثنائي عشان نقدر نظبط امورنا. انت حاليا عارف مواعيدك كلها لبطوله الدوري كلها تمام؟ وصلتك يمكن لاول مره. تمام. صح؟ هل انت شايف ان المواعيد مناسبه بشكل جيد جدا، ما فيهاش ضغط كبير على اللعيبه؟ ضغط؟ لا، احنا متعودين على الضغط. احنا متعودين، بقى لنا فتره كبيره جدا الدوري مضغوط بشكله الطبيعي، لكن هو طبعا الشكل الاستثنائي ده انا فنيا من وجهه نظري الشخصيه مش حاجه كويسه خالص. ماله؟ مش حاجه كويسه خالص. ليه؟ بس عايزين نظبط الدنيا يا كابتن احمد، بدل ما بنخلص في 31/8 لا بتلحق تريح لعيبتك ولا انت تريح ولا الانديه تريح ولا حاجه خالص، وبنلحم في اللي بعده. ما فيش تنافسيه بشكل كويس. انا بقول لحضرتك اهو. تمام. الدوري قايم على النفس الطويل، انت ما بقتش كده دوري. بقى حاجه تاني شبه الدوري. مش دوري خالص، الدوري قايم على النفس الطويل وتجميع نقط وتعويض. تحميل جامد جدا في 34 ماتش. شكله مختلف، ما يتقالش عليه دوري. يتقال عليه حاجه ثانيه شبيهه للدوري. ولو كانت استثنائيه يا كابتن احمد نتحملها عشان نظبط الدنيا. نتحمل، ما فيش مشكله، ما احنا بنلعب. انا عارف، انا عارف. بتكلم في حاجه ثانيه، الدوري المصري دوري عريق. طبعا. اعظم دوري في المنطقه كلها. والعراقه بتقول ان انا ما غيرش. ما غيرش بغض النظر ظروف الاهلي ايه، ظروف الزمالك ايه، ظروف كل يتحط مواعيدهم على ظروف الدوري. لكن الدوري عريق، فانت لازم تعمل له قيمه مضافه، عشان القيمه المضافه دي هتعود على المنتخب وتعود على الشكل وتعود على الرعاه وتعود على كل الكلام ده. تمام. لكن انا من وجهه نظري الشخصيه هنستحمل. حلوه دي. نستحمل ومفيش مشكله لو ده اللي هيفيد. اكيد. بس انا ويا ريته يبقى السنه دي بس. ما هو السنه الجايه كمان، معلش كمان. وبعد كده هنظبط بقى خلاص ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، بشكرك ومبروك النهارده الثلاث نقاط. شكرا كابتن احمد سامي. يعني هنستحمل شويه، لازم نستحمل، لازم كلنا نستحمل عشان نرجع تاني طب زي بقيه الدنيا كلها. مش هنفضل احنا في وادي والدنيا كلها في وادي، والاصابات و و و والكلام ده كله يعني، واللعيبه مش قادره، واللعيبه بتيجي في الاخر مش قادره تلعب خلاص، مش قادره، زهقت وتعبت خلاص. لا، طب احنا 30 اكتوبر، 30/5، شكرا، ريحوا براحتكم، اعملوا فتره اعداد براحتكم، نبدا موسم براحتكم، شم نفسنا. عندنا ارتباطات كتير جايه، عندنا كاس امم، وعندنا تصفيات كاس عالم، وعندنا انديه مشاركه في الشامبيونز ليج وفي الكونفدراليه، عندنا ارتباطات كتير، عندنا الاهلي في كاس العالم للانديه، وعندنا الاهلي في الانتر كونتيننت اللي هيتاجل له، عندنا ارتباطات كتير. محتاجين ان احنا يعني نتحمل بعض السنه دي والسنه الجايه، ان شاء الله باذن الله الامور بعد كده تبقى طبيعيه بشكل كبير جدا. نجم المباراه ومن نجوم كره القدم المصريه الصاعد الواعد محمود صابر، نشوف قال ايه بعد مباراه حرس الحدود وسموحه. الحمد لله مكسب مهم، ربنا كرمنا وعملنا ماتش كويس، ان شاء الله ربنا يكرمنا في الدوري ونعمل حاجه كويسه. مكسب مهم واول ماتش، البدايات بتفرق. الحمد لله مكسب مهم وقدرنا نطلع باللي احنا عاوزينه الحمد لله. كلام كتير خلال الفتره اللي فاتت على محمود صابر، واكتر من نادي عايز محمود صابر، لكن واضح النهارده من اداء محمود صابر في ارض الملعب ان هو يعني مركز جدا مع بدايه مشواره مع نادي سموحه. والله الحمد لله، انت الواحد بيركز وبيعمل اللي عليه، بيشتغل وسايب الحاجات دي بتاعت ربنا، هو اللي كاتب لك الخير. اي مكان بتكون موجود فيه ده افضل حاجه ليك، والحمد لله الواحد بيتعب ويشتغل، ولسه بدري، لسه ما عملناش حاجه، البدايه كويسه وان شاء الله نكمل على كده يعني. ان شاء الله يعني كل الناس واخده انطباع عن محمود صابر ان هو مدفعجي، الكل كل ما الكره بتروح في رجل محمود صابر بيقول لا ده خلاص هيكسر الدنيا وهتشمع في الشبكه. الانطباع ده وصل للناس من خلال يعني اكتر من مره محمود صابر بيلعب على الحته دي. الحمد لله دي موهبه من ربنا والواحد بيحاول يستغلها، وان شاء الله تبقى افضل من كده، وواحده واحده الواحد بيتطور يعني الحمد لله. يعني البدايه الموفقه النهارده مع نادي سموحه وثلاثه بونت مهمين جدا، مع ان الكابتن احمد سامي كان متخوف شويه من المواجهه دي. طبعا اول ماتش في الدوري بيكون ماتش صعب، فرقه لسه صاعده، فرقه كبيره طبعا، اسم كبير، بدايات بتفرق، لو لا قدر الله في حاجه الدنيا بتبقى مش احسن حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل اللي الكابتن عاوزه واللي احنا عاوزينه، وخدنا الثلاثه بوند الحمد لله.
تستحق يا محمود يا صابر ان شاء الله بالتوفيق. خلي بالك انا بركز على لعيب معين، انا ما فيش حاجه بيني وبينه، بس انا اللعيبه دي في لعيبه مصر مليانه لعيبه مميزه، مليانه لعيبه محتاجه ان هي ان احنا نبقى في ظهرها علشان تبقى حاجه حلوه، حاجه منوره للمنتخب للاخر. شفناه في الفتره الاخيره مع كابتن حسام بيلعب اساسي في منتخب مصر مع محمود صابر. فالواحد لازم اللعيبه دي كده لازم تاخد حقها، ما تبقى تحسش ان هي بتلعب بعيده وانت ادام بعيد عن اهلي وزمالك وبيراميدز مش هتتشاف. لا، نخلي بالنا طبعا من اللعيبه المميزه دي، ودايما على طول لازم نشيد بيها عشان خاطر المنتخب في الاول وفي الاخر يبقى لعيب كبير في منتخب مصر. ازمه كانت حصلت قبل بدايه الدوري وهي قصه الزنفولي. الزنفولي عرفنا ان هو كان وقع لغزل المحله، بعد كده اختفى راح حرس الحدود، وقع مع حرس الحدود، توقعت عليه عقوبه ايقاف 4 شهور و350 الف جنيه غرامه ماليه. فوجئنا النهارده ان هو الحارس الاساسي لفريق حرس الحدود النهارده وبيلعب بشكل طبيعي جدا. انا معايا المدير الرياضي لنادي غزل المحله، واحد من نجوم نادي غزل المحله طبعا، كابتن صابر عيد. كابتن صابر، كابتن صابر مساء الخير. نور، ازيك يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك؟ كله بخير الحمد لله حبيبي. جاهزين؟ جاهزين المحله؟ المحله ما ينفعش يطلع وينزل ويطلع وينزل، كفايه بقى. لا ان شاء الله، باذن الله، الحمد لله السنه دي هتبقى غير ان شاء الله. ان شاء الله يعني الحمد لله الامور مستقره، الصفقات جبنا 21 صفقه جديده. فالحمد لله يعني الامور عندنا في النادي الحمد لله مستقره اداريا فنيا. ان شاء الله بقى بتوفيق ربنا ان شاء الله باذن الله نواصل يعني ان شاء الله. انا سامع ان استاد غزل المحله بقى حاجه جامده جدا، يعني انا مستني لكم ماتش عشان نتفرج على استاد غزل المحله. شوفوا حاجه جميله والله. انا سامع وانا سامع كل ده عايش على السمع، عايزين نشوف بعينينا. لا ان شاء الله باذن الله الباشمهندس وليد بالامانه يعني مش سايب اي حاجه الا يعني ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه مفخره. اهم حاجه الفرق الكبيره اللي زي غزل المحله، الفرق دي تبقى في الدوري بشكل مميز. الفرق الجماهيريه دي حاجه عظيمه جدا، لازم نحافظ عليها، ما تبقاش العمليه طالع نازل كده. لا، لا يليق باسم غزل المحله، لا يليق. طبعا يا كابتن محمد ده الطبيعي ان شاء الله باذن الله المحله يبقى متواجد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن صابر، عايز اتكلم في النقطه بقى اللي حصلت بتاعت الزنفولي دي، انت كان ليكوا رده فعل بعد العقوبه ما طلعت؟ هو لا، هو يعني انت تعرف طبعا هو عمل لنا، كان عمل مشكله كبيره بالنسبه لنا ان احنا يعني كنتوا استقريتوا على حراسه المرمى خلاص يعني. استقرينا على ان هو اللي يبقى ان هو موجود معاكم. فطبعا هو مضى لنا وفوجئنا ان هو بعد ما مضى وكده ان هو ما بيردش على الاداره والكلام ده، وفوجئنا ان هو راح حرس الحدود وكده. وطبعا النادي اتمسك بحقه ان هو لازم يعني حق النادي فين يعني، فالنادي عمل شكوى وكده واصر الباشمهندس وليد ان هو يعني يجيب حق النادي يعني. تمام. فطبعا حصل ان الاتحاد طبعا وقفوا 4 شهور وغرامه 350 الف. تمام. طبعا الفتره دي يعني في انت عارف وساطه كتير جدا للباشمهندس، ناس بيتكلموا كتير جدا، اكيد رأي يعني ناس من حرس الحدود والرئيس النادي والكلام ده. الباشمهندس كان مصر ان الولد لازم يتوقف. وفعلا يعني في حرس الحدود يعني قالوا الولد يتوقف والغرامه عليه والكلام ده، وكلموا الباشمهندس وليد يعني ان يعني عشان خاطرنا ان الولد ده الحارس الاساسي عندنا، وهي الايقاف كان 4 شهور مات منهم شهرين وكان فاضل شهرين. فالباشمهندس وليد طبعا عشان توطيد العلاقه ما بيننا وما بين حرس الحدود، اكيد ما بيننا وما بين حرس الحدود يعني علاقات كويسه قويه جدا. فالباشمهندس وليد يعني بلم جاب حق النادي، حق جماهيره، والولد طلع اعتذر، اعتذر للاداره، اعتذر لجماهير النادي وكده. الباشمهندس وليد عشان يعني خاطر طبعا حرس الحدود والناس وكده قبل يعني وكده، والحمد لله الامور مشت يعني. تمام، يعني انتهت القصه خلاص تماما ومفيش اي مشكله ما بين غزل المحله. وبيني وبينك لا يمكن علاقه ما بين ناديين كبار زي غزل المحله وحرس الحدود تتاثر بلعيب راح ولا لعيب جه. طبعا يعني هي دي القصه دي يعني العلاقات بينهم وبين بعض اكبر من كده بكتير طبعًا. يعني واحنا الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا بفضل الله الباشمهندس دي علاقته بكل رؤساء الانديه على مستوى عالي جدا. احنا الحمد لله رب العالمين يعني
ما بيننا وما بين كل أندية مصر علاقة قوية جدا. أكيد الباشمهندس يعني أنت تعرف برضو قبل الواسطة وكده، وعشان الولد برضو ما يتأذاش وكده. حبايب مفيش مشكلة. طيب كابتن صابر، أول ماتش الإسماعيلي في إسماعيلية، بداية قوية جدا. طبعا ناديين انت عارف ناديين كبار، ناديين جماهيريين وكده، فان شاء الله باذن الله يبقى ماتش كويس، يطلع ماتش كويس ان شاء الله، وتبقى بدايه ان شاء الله باذن الله موفقه لنا ان شاء الله يا رب العالمين. ابرز اللعيبه اللي موجوده في غزل المحله احنا نعرفها، برضه الست مختفيين، انتوا مش ظاهرين حتى في فتره الاعداد اللي احنا نعرفها، ولا انتوا معتمدين على مجموعه من الممتاز به وكده واشتغلتوا وعملتوا توليفه جديده خالص لغزل المحله؟ عرفنا كده الفرقه اخبارها ايه، يعني مش هنقول الاسماعيلي. انا هقول لحضرتك انا هقول لك على الصفقات، يعني صفقاتنا يعني احنا جبنا 3 حراس، عامر طبعا والنفراوي من بتروجيت، عامر عامر من المقاولين طبعا، احمد العربي من المقاولين، جبنا احمد حكم مدافع من سموحه، جبنا حازم ابو سنه مهاجم من لافيينا، محمد اسامه برضو لعيب وسط ملعب من لافيينا، موري توري ده لاعب وسط ملعب من كوت ديفوار، منتخب اولمبي كوت ديفوار، محمد عصام جايبين من سموحه مهاجم جناح، وجايبين حميدو عبدول ظهير ايسر من مديامة الغاني، وده يعني في منتخب غانا تمام الاول تمام، حسام جريشه جايبينه من مصري، محمد حمدي زكي محمد حمدي زكي معروف طبعا من اسوان، اسامه النجار ظهير ايمن مقاولين من مقاولين طبعا، ابراهيم حسن ابراهيم حسن طبعا الاتحاد وبيراميدز وخد له لفه حلوه، محمد علي بن حموده طبعا مهاجم من الترجي التونسي من اللعيبه كويسين جدا، فيرويد فيرويد طبعا فيرويد. مهاجم مهاجم تمام، محمد اشرف ده بن شرقي ده لعيب وسط من لجنه، لعيب من اللعيبه الكويسين جدا، اسمه محمد اشرف بن شرقي، محمد اشرف بن شرقي، لان احنا عندنا 2 محمد اشرف، محمد اشرف بن شرقي ده من لافيينا، وعندنا محمد اشرف ده جناح من البلديه جايبين فانت عشان تفصلوا بينهم فاديته ده لقب بن شرقي وطبعا عبد الرحمن سيبي ده من بيراميدز، مدافع من بيراميدز، يوسف حسن لاعب وسط من البلديه، ومحمود سطوحي من اتحاد اسكندريه. جميل، الحمد لله. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لغزل المحله البقاء في الدوري السنه دي ان شاء الله، والسنه الجايه تبنوا عليها. غزل المحله نادي عريق وكبير وجماهيري، وده ده كان مشكله عظيمه، يعني من اجمل وامتع الماتشات كنت تنتظرها مباراه الاهلي والزمالك لما يروحوا يلعبوا في المحله، ولو خدت نقطه من المحله يبقى هناك يساعدك يعني، فعايزين الايام الحلوه دي ترجع تاني ان شاء الله لغزل المحله. ان شاء الله ترجع ان شاء الله ان شاء الله كابتن محمد ترجع ان شاء الله ان شاء الله. كابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. طيب انا مش عايز اعدي بقى مباراه الجيش والمصري النهارده اللي انتهت بفوز المصري 2-0، مباراه كانت زي ما بنقول بلغه الكوره كده كانت معقربه شويه، الدقيقه 21 حرس الحدود كارت احمر مباشر لاسلام محارب، وفضلت المباراه بقى معلقه. انا قلت حرس الحدود، انا اسف، اللي طلع الجيش لاسلام محارب خد كارت احمر مباشر، صلاح محسن اللي من افضل مستوياته من ساعه ما راح مصر، مش بالسنه دي، احنا لسه بنقول يا هادي من السنه اللي فاتت، صلاح محسن من ساعه ما راح مصر مع الكابتن علي ماهر لا غير بجد، هايل ومميز وهداف وعامل شغل هايل، الكيمياء مشيت، واضح ان هو منسجم جدا مع الكابتن علي ومع لعيبه النادي المصري. صلاح محسن بيسجل الهدف الاول، ضربة الرأس الرائعة اللي حضراتكم شايفينها، وبعد كده محمود حمادة بيشوط صاروخ بيسجل بيه الهدف الثاني للنادي المصري اللي فاز 2-0 في بداية مشواره في دوري نايل، ده الهدف بتاع محمود حمادة، هايل. بداية المصري في دوري نايل 3 نقاط من طلاع الجيش على ملعبه وبيفوز 2-0، و برضو زي ما بقول لحضراتكم البدايات مهمة جدا، تفرق جدا لما بتبدأ بمكسب وبتاخد 3 نقاط غير ما بتبدأ بخسارة، بتبقى مش حلوة، يعني بتبقى عايزك بقى ايه تشتغل افضل واحسن للي جاي، لكن المكسب خليك تاخد نفسك شوية. تعالوا نروح نشوف بقى المدرب العام للنادي المصري كابتن محمد عبد الكريم، وميدو جابر اللي شارك في الشوط الثاني النهارده مع النادي المصري، نشوف قالوا ايه بعد الماتش ونرجع نكمل. بقول الحمد لله بدايه موسم كويسه في ملعب لسه بنلعب عليه اول سنه السنه دي،
فبقول الحمد لله. بدايه الجماهير كانت بتقولوا قبل كده وشه مش حلو علينا، اهو النهارده وشه حلو. لا الملعب جميل، ملعب جميل وملعب بتلعب عليه كوره، وهو ده اللي احنا كنا محتاجينه. يعني دايما الكابتن علي يقول للاعيبه انا هخش في موضوع تاني، ان اديني ملعب ولاعيبه كويسه ويتمرن. فهو ده اللي حصل الحمد لله، ده كويس بورهارد لك لانني طلع الجيش. فرقه محترمه جدا مع كابتن حميد البسيوني وكل القائمين على الفريق، واقول لهم هارد لك وتوفيق في الماتشات الجايه. الدوري اللي معمول غريب، فاحنا قلنا استثنائي يعني من بدايه الموسم لازم نطلع باكتر عدد من البنات، وهو ده. فبدايه كويسه بقول الحمد لله على المكسب وعلى الاداء كمان النهارده. كابتن النهارده عايزين نعرف ابرز التعليمات اللي كان بيقولها الكابتن علي ماهر للاعيبته قبل واثناء المباراه، طبعا في ظل النقص العدد النهارده المبكر جدا، وكان ممكن يعني نشوف اهداف اكتر من كده للنادي المصري. يعني الكابتن علي قبل الماتش خالص من غير موضوع، عايزين نلعب لعبنا وهنلعب كوره ومش مستعجلين، هو ده اللي هيجيب لنا الجون. عدم الاستعجال وعدم فقدان الكوره هو ده اللي هيجيب لنا الجون، وده اللي حصل قبل الطرد كمان. رحنا بفرصه بتاعه صلاح محسن في العارضه، وبعد الطرد كمان مسكنا كوره كان في اللعيبه عايزه تجيب جون بدري شويه، لكن في الاخر الحمد لله قدرنا هدينا بين الشوطين وقلنا هنلعب لعبنا حتى لو النتيجه طلعت 0-0 هنروح. فالحمد لله رحنا بواحده واثنين وثلاثه وقدر ربنا كرم صلاح جاب جون، ومحمود حماده النهارده بارك له على الجون، واللي جاي افضل ان شاء الله النادي المصري وجمهور النادي المصري. غيابات النهارده واصابات كثيره جدا في صفوف النادي المصري، شفنا النهارده كريم العلاء من مركز الباك رايت في قلب الدفاع، في الاخر شفنا محمد هاشم. ليه محمد هاشم ما بداش المباراه؟ يعني عايزين برده نعرف رؤيه الجهاز الفني. يعني انت زي ما بتقول احنا عندنا خالد صبحي مصاب ودبشه اتصاب، وهاشم كان مصاب واحنا معانا في معسكر المغرب لسه نازل التمرين بقاله يومين، فما استعجلناش عليه عشان ممكن ينزل بدري يتصاب تاني. لكن كريم ادى اللي عليه، احمد عيد النهارده، العناصر الجديده النهارده القرموطي ومخلوف وخالد غندور وكريم بامبو، وقاعد معانا مين بره لسه؟ لا الحمد لله الحمد لله. نتمنى الموضوع عند اللعيبه مش عندنا احنا بنمرنهم وبنقول الموضوع عندك، لما تنزل اعمل اللي عليك واللي مطلوب منك من الجهاز الفني هتلاقي نفسك في الفرقه. فبقول الحمد لله، مبروك لمجلس الاداره ومبروك للجمهور، وان شاء الله دي بدايه لنادي المصري تكون موفقه ان شاء الله. يعني على لسان كابتن علي، وانت طبعا قريب من كابتن علي، ايه الرساله حابب توصلوها او حابين توصلوها لجماهير مصر النهارده اللي قطعت طبعا مسافه وجايه النهارده تأزركوا في محافظه السويس؟ اشكرهم على الموجود النهارده، نتمنى ان هم يكونوا موجودين اكتر من كده. مجلس اداره بذل مجهود كبير، والكابتن علي كان مصمم ان احنا نلعب هنا، فالمسافه قربت. فنتمنى الجمهور المصري يبقى داعم دايما للفريق، اللي احنا عندنا ماتشات صعبه وخاصه ماتشات افريقيا، فبشكرهم على ده وان شاء الله نتمنى عددهم يزيد. البداية مهمة جدا جدا جدا، فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده، مجريات الماتش خدمتنا، واحنا كنا محضرين كويس جدا من فترة الإعداد من مجلس الإدارة الجهاز الفني اللعيبة الأصغر واحد للجمهور الناس اللي جت ورانا دي. فالحمد لله كنا محضرين إن احنا نحاول إن احنا إن شاء الله نعمل ماتش كبير ونبدأ بداية تليق بالنادي المصري. فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده، طبعا فزنا على فريق كبير نادي طلائع الجيش، فإن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة اللي جاية ويكرمهم إن شاء الله. ميدو جابر الموسم السابق طبعا حصل على أفضل جناح في الدوري المصري، السنة دي في يعني طموحات، شايف تدعيمات كبيرة جدا ودعم كبير من جماهير النادي المصري اللي بتتابع المصري وعن كذب، طبعا النهارده جايين بشكل يعني متميز جدا بيقدموا وبيأزروا الفريق، عايز تقول لهم ايه في ظل طبعا النهارده مشاركه القرموطي في بدايه المباراه؟ طبعا ببارك للقرموطي طبعا المشاركه، قرموطي اخويا الصغير ولاعيب كبير جدا، ربنا يكرمه ان شاء الله، وانا هو نعمل حاجه كبيره ان شاء الله النهارده والفريق ككل، وان شاء الله نعمل حاجه كبيره السنه دي تليق بينا وتليق بالنادي المصري وتليق بالجمهور اللي بيجي ومجلس الاداره. فالحمد لله احنا خدنا اللي احنا عايزينه من الماتش، ان شاء الله نفكر في اللي جاي، خلاص نقفل الماتش ده. الماتشات انت عارف الدوري السنه دي مختلف شويه، فانت الدور الاول هو اهم حاجه، ان انت تحاول تجمع بنقط عشان تبقى موجود في الناس اللي فوق دايما ان شاء الله. فربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد كل ماتش بماتش، وعدينا اول ماتش، الماتش اللي جاي نركز له من ان شاء الله، نفرح النهارده من بكره نبدا نحضر الماتش اللي جاي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونسعى الجمهور المصري ان شاء الله باذن الله. عايزين نطمن يعني من خلال المعسكر ازاي بتتعاملوا وتتفاعلوا مع يعني تدعيم جماهير المصري ليكوا، ده بيمشي معاكوا ازاي وده بتتاثروا بيه ازاي وده بيحفزكوا ازاي قبل المباريات طبعا يعني المهمه جدا؟ والله احنا من السنه اللي فاتت كنا بنتكلم وبنناشد الناس كلها ان احنا نبقى موجودين في مكان قريب من بورسعيد، طبعا نادي يعني السويس، طبعا محافظه السويس بلد جميله، وان شاء الله باذن الله نقدر نسعى. الملعب وش حلو؟ الحمد لله، يعني البدايه الحمد لله كويسه، الملعب ممتاز الحمد لله. طبعا حاجه مسافه قريبه للجمهور انه يكون موجود وبيأذرنا، انت شفت لما الجمهور جه النهارده ولسه ان شاء الله منتظرين الماتشات اللي جايه، الجمهور يبقى بشكل اكبر ان شاء الله، هيبقى دافع لينا كبير، نحاول نعمل لهم حاجه ونحاول نظهر بشكل محترم يعني ان شاء الله. واضح ان في منافسه في كل المراكز السنه دي في النادي المصري، كابتن علي يبقى محتار
بشكل كبير جدا في اختيار يعني 11 لاعب منزل الليل. بص يا مورا هقول لك حاجه، عشان تبقى فريق كبير او عشان تفضل تنافس او عشان تعمل حاجه كبيره في الدوري لازم يبقى الناس اللي بتلعب زي الناس اللي بره زي الناس اللي بره السكور. فالحمد لله النادي المصري السنه دي كل مركز فيه 2 و3 الحمد لله على اعلى مستوى، اللي بيلعب مش احسن من اللي بره واللي بره خالص مش احسن، الناس اللي بتلعب مش احسن منه. فالحمد لله كلنا لعيبه كبيره والفريق فريق محترم، فاي حد فينا يلعب اهم حاجه نطلع بالناتج اللي يليق بالنادي المصري. دي كانت مباراة طلع الجيش مع النادي المصري اللي فاز بها النادي المصري 2-0، ودي كانوا المباريتين بس اللي احنا خدناهم دلوقتي اللي اتلعبوا النهارده، حرس الحدود مع السموحة 3-1 سموحة، وطلع الجيش مع المصري 2-0 المصري. بكرة ان شاء الله عندنا ماتشين، ماتش الساعة 5 الجونة وزد، وماتش الساعة 8 مودرن سبورت مع امبي. دول الماتشين اللي هيتلعبوا بكرة ان شاء الله. طيب النهارده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره عقد اجتماع مع الكابتن محمد فاروق، المفروض ان هو القائم باعمال رئيس اللجنه لجنه الحكام، واتكلم معاه في رؤيته للموسم الجديد والخريطه التحكيميه تمشي ازاي، كل التفاصيل الخاصه بالتحكيم. كان متواجد برضو نائب رئيس الاتحاد الاستاذ خالد الدرندلي، أعضاء المجلس بقى محمد أبو الوفا ودينا الرفاعي، المدير التنفيذي وليد العطار، قعدة كبيرة النهارده، لأن إحنا في بداية موسم، كان مهم الأمور كلها تبقى واضحة، لأن كان في الآخر 24 ساعة كده كان في أزمة، أزمة إن الكابتن إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام قدم استقالته. الراجل استقال. طب ليه استقال؟ قال لك لا، ما هو لو تفتكروا لقائي معاه لما كان معايا الأسبوع اللي فات هنا، قال لك يوم ما أحس إن أنا ماليش وجود او رايي ما بيتاخدش بيه انا هستقيل فورا. هو تقريبا حس الاحساس ده في الفتره الاخيره او في الايام الاخيره دي، برغم خلينا نتكلم كلمه حق، التحكيم المصري ظهر بشكل هايل في السوبر المصري، يعني التحكيم المصري ظهر بشكل هايل في السوبر المصري، فده كان مؤشر وبادرة خير ان احنا نشوف موسم حلو جدا للتحكيم. فطبعا لما حصل ان الكابتن ابراهيم نور الدين استقال قبل بداية الموسم ب 48 ساعة، العملية بقى مش ناقصة فركشة، فكان الاجتماع النهاردة وكان الكابتن محمد فاروق القائم باعمال رئيس اللجنة كان متواجد، وهي القصة ان الكابتن محمد فاروق عايز يشتغل بهدوء، عايز يشتغل بهدوء بمعنى ان يشكل لجنة واللجنة دي تبقى هي المسؤولة عن التحكيم. هتقول لي هنشكل لجنة ما في التحكرة جاي، فهم وجهة نظرهم يبقى في لجنة قائمة، ولما يجي اتحاد الكرة القادم يوم 10 ديسمبر ان شاء الله يشكل اللجنة اللي هو عايزها، بس هم عايزين يشتغلوا بلجنة مكتملة الاركان. احنا بنتكلم لسه في شهر وعشر ايام عقبال ما يجي اتحاد كرة جديد، هيتلعب كم اسبوع في الدوري؟ دي وجهة النظر، قبلت بالرفض وحصل مشاكل. خلوني دلوقتي نعرف تفاصيل اكتر عن القصه مع القائم باعمال رئيس اللجنه الكابتن محمد فاروق. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء جمال يا كابتن، وبالتوفيق يا رب دايما. اشكرك كابتن محمد. يعني ما اعرفش، يعني الحمد لله استبشرنا خير بالسوبر المصري وبالاداء التحكيمي فيه، وخرج السوبر المصري بشكل رائع، وكان الختام مسك بماتش الاهلي والزمالك تحكيميا وكله كان زي الفل، ومستبشرين. ايه اللي حصل في ال 24 ساعه الاخيره دي؟ يعني احنا كنا بالخصوص يعني كنت انا قلت ان احنا عايزين نشكل لجنه. حصل وانت حضرتك قبل السوبر انا قلت لي باذن الله بعد العوده من السوبر لينا جلسه في مع اتحاد الكوره، انت قلت لي الكلام ده. وبكلمك بمنتهى الصراحه، يمكن انا النهارده رحت وقابلت الاستاذ جمال علام وكان معايا استقاله مسببه. حضرتك كمان؟ اوف. الراجل بصراحه يعني انا بشكره، بشكر المجلس بالكامل على الثقه والتمسك بوجودي ووجود ابراهيم. نفس الكلام رفض برضه استقاله ابراهيم، وقعدوا قعده لصالح التحكيم المصري. والناس ما منعتش اللي احنا، عشان هم طبعا زي ما بيقولوا ان هم خلاص هي شهر وعشر ايام وفي اتحاد هيجي. مظبوط. الاستاذ جمال سمح ان احنا ندعم باثنين، احنا كنا هنشكل هنضيف اربعه من بره.
هو الراجل سمح ان احنا النهارده ندعم باثنين، وجود الكابتن سيد مراد في الفار ووجود الكابتن سيد عبد الغفار. كابتن سيد مراد مسؤول عن حكام الفار. ويكون موجود معنا الكابتن سيد عبد الغفار، والمجلس تجاوب معانا، وكان برضه طلبنا للمجلس ينزل برضه على موقعه على الاقل يبقى عارفين المسميات اللي موجوده في اللجنه. والنهارده هو قال في صوره اجتماع اللي موجود الكابتن محمد فاروق كنائب رئيس والقائم بعمل رئيس اللجنه وابراهيم مدير التطبيق والدكتور عزب، بالاضافه للاثنين اللي احنا ضفناهم الجداد على باقي اللجنه اللي كانت موجوده. والنهارده حطينا خطه عمل وآليه ان شاء الله للشغل خلال الفتره القادمه. تمام، ايه رايك في النهارده في بدايه الدوري المصري بالنسبه للحكمين اللي حكموا؟ طارق مجدي اللي حكم طلائع الجيش مع المصري، وحماده القلاوي اللي حكم المباراه الاولى النهارده اللي كانت ما بين حرس الحدود وسموحه. يعني شايف ان هي بدايه موفقه للتحكيم المصري النهارده. بص بالذكر طريق مجدي عمل هو طاقم التحكيم مباراه رائعه النهارده جدا، لكن في المجمل الاثنين النهارده ادوا اداء كويس. وخلي بالك دايما الحكام مع بدايه الموسم زي اللعيبه بالظبط، بتبدا تكتسب الفنيات مع 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 مرور الماتشات مع مرور المباريات، وبالتالي الاداء بماتش ورا ماتش هتبدا تشوف الاداء يرتفع بالتدريج يعني. طيب الموقف الاخير اللي عمله كابتن ابراهيم نور الدين هو في ظاهره التضامن معاك، ان انتوا لازم تبقى اللجنه ليها دور ولجنه متشكله وليكوا دور وليكوا قراراتكوا الخاصه بيكوا، واضح ان الكيمياء مشيت بينكوا وبين بعض. الكيمياء ماشيه، احنا خلي بالك مفيش خلافات شخصيه لان احنا ما عندناش مصالح في حاجه معينه. احنا كلنا عايزين توفير التحكيم المصري، عايزين مصلحه التحكيم المصري، بنتناقش ونختلف ونتفق، بس كل ده كله بدون مصالح بدون اي حاجه شخصيه. فلو كلنا بندور على النجاح، مش انا وابراهيم بس، وكل باقي اللجنه كلها لجنه محترمه موجوده. طيب عايز النهارده اسالك بالنسبه للقادم، التحكيم المصري من وجهه نظر حضرتك في الفتره الجايه هنعتمد على المجموعه الدوليه تاخد وتشتغل بشكل كويس في الفتره دي، ولا هتبتدوا تشتغلوا على انكم تصعدوا مجموعه جديده ووجوه جديده نشوفها السنه دي؟ اكيد يا كابتن هيكون مزيج ما بين الحكام الدوليين والخبرات الكبيره الموجوده مع الشباب، لان دايما حتى لما تلاقي في الفرق بتلاقي دايما الفرق فيها مزيج ما بين الخبرات والشباب. اللي احنا هنمشي بيه خلال الموسم هتلاقي حكامنا الكبار وحكامنا الدوليين موجودين، بجانب طبعا حكام صغار السن ده طبعا، لان احنا ده بندور على مصلحه التحكيم يبقى عندنا حكام كوادر طبعا اكيد طبعا في كل المسابقات مش في القسم الاول بس، الكلام ده يكون في المحترفين والممتاز به، حتى القسم الثالث برضه هتلاقي برضه عناصر الشاب موجوده مع الاعتماد على الخبرات اكيد ان شاء الله. اكيد يعني ممكن اشوف ماتش للاهلي وماتش للزمالك الاقي هنا حكم واعد اسم انتوا شايفينه انه لو خد ماتشات كبيره هيبقى حاجه كويسه، ولا انت هتتقل عليهم شويه عشان زي ما بنقول باللغه بتاعتنا في الكوره ما يتحرقوش بدري؟ واحنا خلي بالك يا كابتن احنا عملناها من السنه اللي فاتت بس عملتها في نهايه الموسم، كانت الدنيا كان الدوري اتحسم انا فاكر. لا 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 لا, لا ما نرجع لورا كده، هتلاقي انا في ناس لعبت في الدور الاول، في ناس لعبت في الدور الثاني، ان شاء الله هتلاقيهم موجودين برضه السنه دي ان شاء الله. يعني هنشوف اللعبه دي برضه من بدايه الموسم؟ مش شرط من اول اسبوع، مش شرط يعني. لا ما انا فاهم انا مش انا فاهم ان هو مش من الاسبوع الاولاني، لكن هنشوفها يعني بدري. اكيد طبعا هنشوفها، لان احنا زي ما بندور على نجاح المنظومه بندور على كوادر تكون موجوده، واحنا حتى كل اللي لعبوا السنه اللي فاتت نجحوا في الماتشات استفدنا فيهم كبيره، سواء الحكام الدوليين او الحكام صغار السن، ان هم يعملوا موسم رائع ينجح التحكيم المصري اللي انا بقول ان هو ضلع اساسي في نجاح. طبعا 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 مفيش خلاف في دي، ضلع مهم جدا جدا ومؤثر جدا وضلع اساسي وحاجه ما فيهاش، لكن اهم شيء ان انتوا من ضمن شغلكم ولو حضرتك تسمح لي اقول لك تجدوا الحمايه الكامله للتحكيم، يبقى الحكم نازل الماتش مطمئن ان في حد في ظهره، ما يبقاش الحكم بيروح متصدر للسوشيال ميديا وللجماهير وبيتساب. بنفقد حكام بالطريقه دي. لا ان شاء الله هتلاقي احنا، وبعدين خلي بالك يمكن انا النهارده خدت قرار النهارده ان انا هعمل اي حاجه تخص الفنيات لو حد عايز يرد. اديت النهارده عملت خطاب رسمي ان ابراهيم عمرو الدين كمتحدث رسمي اي حاجه تخص الفنيات يطلع يرد عليها، وعندي في الجانب الاداري الكابتن تونس عثمان لو يقدر برضه يرد على اي حاجه. أكيد. عشان مش اي حد يطلع يتكلم بالظبط، احدد الاستراتيجيه اللي جايه ان شاء الله في اسلوب العمل داخل اللجنه، والاختصاصات وضحتها على اللجنه بالكامل، وان شاء الله احنا كلنا فريق واحد، النجاح مش ليا ولا ده نتمناه.
يعني تم الاتفاق النهارده في جلسه النهارده، اللجنه اتشكلت باضافه الكابتن سيد مراد والكابتن سعيد عبد الغفار بجانب وجود حضرتك والكابتن ابراهيم نور الدين والدكتور عزب حجاج، هي دي لجنه الحكام اللي هتدير لغايه الانتخابات اللي جايه. لا في ناس موجوده طبعا، يعني في ناس تانية موجوده، يعني في برضه كابتن مهند موجود معانا في اللجنه، كابتن حمدي القاضي موجود معانا في اللجنه، كابتن توني موجود معانا في اللجنه، كل دول موجودين في اللجنه برضه. اوكي تمام تمام. التشكيله دي هتشتغل لغايه يوم 10 ديسمبر. لغايه المجلس القادم ان شاء الله، وبعد كده المجلس القادم فيما يتعلق له بعد كده ان شاء الله. كابتن محمد فاروق بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم، الكابتن ابراهيم نور الدين في اللقاء السابق معاه كلمته قلت له ساعه ما تلاقي كلامك ما تنفس او ساعه ما تحس ان انت دورك قل استقالتي هتكون جاهزه فورا. فوجئنا انه استقال من 24 ساعه. النهارده حضر الاجتماع مع اتحاد الكوره وصافي يا لبن، بس واضح ان الامور اتغيرت، هو حس بحاجه فقال شكرا، لكن لما رجع تاني عايز اعرف ايه تفاصيل بقى اللي ادت الى رجوعه عن قراره. كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام الرئيسيه، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ محمد، حياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. كابتن ابراهيم، لقائنا السابق الاسبوع اللي فات كان ليك كلام واضح، انا لما قدمت انت استقالتك انا قلت يبقى الكلام اللي احنا اتناقشنا فيه مع بعض حصل، ان لو حسيت ان دورك بيقل او انت دو او كلامك مش مؤثر او ما بيتاخدش بيها هتقول شكرا انا مش عايزها، ده انا جاي اخدم الحكام فقط لا غير، ماليش مصالح تانية. بالفعل يا استاذ محمد، هو الموضوع مش بحث عن دور بطولي ولا بنتشبث باراء، في الاول وفي الاخر احنا مختصين، احنا لما هنيجي نتكلم في الاعلام هنحترم الشخصيات الكبيره ومحترمه زي حضرتك اعلاميا وهنسمع منهم، ولما يجي نتكلم في الكوره هنسمع لنجوم الكوره الكبار الساده المحللين اللي بيبقوا موجودين في الاستوديو هم افضل منا في تحدث الكوره، لكن لما هنيجي نتكلم في فنيات التحكيم اي حكم دولي سابق وصاحب تاريخ وعنده خبرات اكيد هيبقى عارف كيفيه تطوير التحكيم والعوامل المساعده لانجاحه. فاحنا يعني كان الطلب من مجلس اداره الاتحاد تغيير مسؤول الفار، بس ما كانش واضح النهارده اللي فهمته في الاجتماع من مجلس الاداره عشان ما نحملوش بصراحه الخطا، ان ساعه العرض تم العرض بشكل يعني ما عرفوش اهميه تغيير مسؤول الفار. يعني فالنهارده لما وضحنا الناس استجابت مشكوره وقالوا لا احنا عايزين ننجح المنظومه واي حاجه التحكيم عايزها احنا هندعم. تمام. بس لازم في طريقه العرض تكون نعرف ايه الاهميه، هو مش تغيير من خلال تغيير فقط. تمام. لا هو التغيير من عشان خاطر المنظومه تنجح. وبالفعل الكابتن سيد مراد قضى بديل الكابتن مجدي رزق اللي بنكن ليه كل تقدير واحترام ونشكره على فتره اداء مع الحكام واتحاد الكوره، وبدانا الكابتن سيد مراد من بكره ان شاء الله نروح للاستاذ وليد العطار عشان يخاطب استاذ جمال علام عشان يخاطبوا الشركه اللي متعاقدين معاها في الفار، لان احنا عايزين نشيك على الغرف الفار ونشوف كيفيه تحديثها ونشوف الكوميونيكيشن سيستم عشان خاطر النهارده النهارده في 10 دقايق تاخير في اول ماتش. وبالمناسبه عشان خاطر احنا قلنا هنتكلم بشفافيه، انا بعتذر للراي العام وللجمهور ان احنا المفترض ان الموضوع ان احنا نشيك على العربيات ده كان يبقى بوقت كافي قبل بدايه الدوري، بس احنا كنا متوقعين الامور على ما يرام، لكن طالما حدث خطا من بكره هنعدي على جميع السيارات غرف الفار وهنتاكد من سلامه السماعات وهنتاكد من سلامه الغرف، ولو في حاجه هنكتب تقرير لاتحاد الكوره عشان يقوم بدوره ان هو يخاطب الشركه ان هو يصين او يغير السماعات. تمام. طيب رجعت في الاستقاله، ايه الجديد اللي حصل عشان انت بعد 24 ساعه ترجع في الاستقاله؟ هل انت حسيت ان في اتجاه لاجنبي جاي عشان كده رحت قايل سلام عليكم؟ لا خالص، انا ما بتكلمش على، يعني انا بتكلم ان احنا عوامل المساعده. بص يا استاذ ليسي، اتكلم بمنتهى الشفافيه والامانه. ماشي. محدش يقدر يشيل الكابتن حسام حسن طول ما هو بيحقق النجاحات المطلوبه طبعا والهدف المنشود طبعا، واحنا محدش هيقدر يشيل حد من مصر
من حكام مصر بتدير التحكيم طالما التحكيم ناجح والاداء على ما يرام. استبشرنا خير. اول ما يحصل عندنا اخفاق فني واخفاق في الاداء يبقى احنا ناس غير قادرين، لا اما يشوفوا ناس غيرنا لا اما يجيبوا حد. بس لما يجيبوا حد يجيبوا حد مكان ابراهيم نور الدين يعلم الحكام ويطور مستواهم، مش يجي رئيس لجنه يروح حاطط الحكم ده هنا والحكم ده هنا. لازم الموضوع يبقى اكبر من كده. اللي يجي مكان ابراهيم نور الدين، لما ابراهيم نور الدين ما ينجحش او يقدم اللي عليه وما يبقاش فيه توفيق يتفضلوا مشكورين يجيبوا اللي هم عايزينه. بس الاول الناس طالما شغاله وناجحه ما فيش كلام على خبير اجنبي دلوقتي خالص ولا حاجه. احنا بنشتغل صح. ده كلام مظبوط 100%. يعني احنا دلوقتي صافي يا لبن، اللجنه اتشكلت، هنبتدي نشتغل بقى خلاص، وبعيد عن اي بقى كلام وبعيد عن اي حديث. هنشتغل لان الدوري مهم جدا. استبشرنا خير بشغلكم في السوبر المصري وباداء حكامنا كلهم. اعتقد ان البدايه النهارده برضو انت رايك فيها ايه الاول؟ البدايه النهارده الحمد لله البدايه سواء القلاوي او طارق مجدي طبعا البدايه جيده جدا، وان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه يبقى الاداء هيتخطى ان شاء الله جيد جدا ويوصل للامتياز. بس الحكام تخش في الفورمه ان شاء الله بعد اسبوعين ثلاثه هتلاقي المستوى افضل من كده اكيد. وان شاء الله نتمنى التوفيق لزمايلنا وبنشكر الاعلام والانديه على مساندتهم، وان شاء الله نكمل لان احنا كلنا منظومه واحده بالاداء الطيب دوت. ويعني طب انا عايز اسالك سؤال هنا لو سمحت. احنا بدايه موسم اهو، بنقول يا هادي ما تخافش، مش السؤال اللي في دماغك. اصل انت بقولت فانا انت بقالك 24 ساعه ما سالتنيش السؤال المعتاد. لا مش هسأله عشان انت مجهز اجابته. انا هسألك سؤال تاني. حكم لا قدر الله اخطأ اثر على نتيجة الماتش، هل هتعلن عقوبته ولا هتبقى ده قرار خاص باللجنة وهيبقى قرار داخل اللجنة فقط؟ لا ده اعلان العقوبة على الحكم ده الفيفا، ده دي قواعد الاتحاد ولوائح ونصوص في لوائح الاتحاد الدولي. العقوبة ما لا تعلن. لكن هيبقى في عقوبة. ما فيش حكم هيغلط الا ما هنحاول نصحح له خطأه. احنا مش جايين نقف قدام الحكام، جايين نساعد الحكام. وكلنا بنغلط، ومحمد فاروق لو نزل بكره الصبح حكم ماتش هيبقى عنده خطأ، وابراهيم نور الدين ياما حكم وكان عنده اخطاء، ولو حكم هيبقى عنده خطأ. احنا مع الحكام وبنساندهم، وقبل ما نقول القرار اللي يحصل مع الحكام نتمنى ان شاء الله نشوف نعيد صياغة السؤال ونقول لو الحكام ما اخطاوش في المباراة هنعمل ايه؟ يعني بدل ما احنا نروح بنشك ان الحكام هتغلط، لا الحكام اللي مش هتغلط الحكام هتتكافئ، وهنطالب مجلس اداره الاتحاد ان هم يعملوا مكافاه لكل حكم افضل حكم وافضل مساعد كل اسبوع. ده حقهم ماليه ان شاء الله. ده حقهم. هنشوف اسماء معينه في الاسبوع ده ولا بالنسبه للتحكيم ولا مفيش اسماء من اللي انت عارفها؟ لا ان شاء الله هتشوفوها. كابتن ابراهيم بشكرك، بتمنى لكم التوفيق، ان شاء الله باذن الله نشوف تحكيم مميز جدا للتحكيم المصري هذا الموسم ان شاء الله. اشكرك كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام. كل اخبارنا، كل تفاصيلنا، كل احداثنا اللي حصلت في ال 24 ساعه الاخيره. نتكلم بقى شويه عن التفاصيل وعن الاخبار وعن حاجات كتير جدا، ابرزها النادي الاهلي وما حدث في مباراه امبارح وتفاصيل اخرى كتير، مع زميلنا وناقدنا الرياضي الاستاذ محمود شوقي. بعد الفاصل نبدأ حوار.
برحب بحضراتكم بعد الفاصل، وخلينا نرحب بيه زميلنا الصحفي محمود شوقي اللي منورنا النهارده. منور يا استاذ محمود. نورك يا استاذ محمد. ازيك؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ سعيد ان اكون معاك باستمرار ومع الساده المشاهدين. رب يكون يشرفني. ضيوف خفاف يعني. رحت الماتش امبارح؟ لا للاسف كان عندي شغل، بس استمتعت. أكيد اه طبعا استمتعت وسجلت حاجات للتاريخ بصراحه. للتاريخ؟ اه طبعا. زي اول حاجه سجلتها ايه؟ اول حاجه انه الاهلي بيحصد اول بطوله رسميه لنادي عربي من الفيفا. اول بطوله رسميه لنادي عربي من الفيفا. ايوه يا انا لم تحدث من قبل. صح. ما حصلش ان قبل كده ان نادي مصري نص الكره الارضيه او عربي او افريقي يحصد بطوله من الفيفا، لانه دايما طول الوقت الاهلي طبعا كان متصدر المشهد طول السنوات اللي فاتت بفكره الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه. مظبوط. لكن اما يتم استبدال الميداليه البرونزيه بكاس ولقب، صح، دي جديده. لو الكاس حاجه هتفرح، لو وفلوس كمان، وفلوس 2 مليون دولار. الكاس حاجه تفرح، مش عشان هو تقيل في الوزن، هو تقيل في القيمه. بالمناسبه تقيل جدا بالمناسبه يعني. طبعا. لان انا صورت بالكاس النهارده حاجه والله حاجه حلوه يعني. طب كنت جبته بعد ف... صراحه كان لازم يعني. فتقيل، هو تقيل الوزن وتقيل القيمه. طبعا. لانه فعلا هو انجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا. مشاعر كتير جدا تخليه ان هو تاريخي. اول حاجه؟ اول حاجه انطباع العرب او الضيوف او الاخوه الاعزاء من الامارات. عن على فكره ده اللي انا ابتديت بيه الحلقه النهارده. ما سمعتكش والله، لكن انا حقيقي انا بقول لك ده اللي ابتديت بيه، لان الناس عندها رده فعل مش طبيعيه. أيوة. على اللي حصل امبارح من جمهور النادي الاهلي. بالظبط. رده فعل غريبه جدا، وانفانتينو نفسه كمان. صحيح. قال لك ايه الجمهور ده؟ كاتب كلام رائع. يعني بقول لك انفانتينو نفسه طول الوقت مقدر النادي الاهلي. اه طبعا. انا الصبح كان ليا لقاء كان في اون سبورت اف ام مع المهندس خالد مرتجي. قال لي الراجل مش ممكن، الراجل بيقول لي كل ما اروح حته الاقيكوا. هو حصل. انت تعرف ان المشهد ده انا حضرته في كاس العالم للانديه في. ايوه. قال كل ما اروح حته الاقي النادي الاهلي. حضرت المشهد ده، كنت واقف في المشهد ده. وبيدونه فعلا بيحب الاهلي وبيتكلم على الاهلي بشكل كويس. طبعا. جدا. بيقدر قيمه الاهلي. طبعا. لكن عايز اقول لك على حاجه كده من الكواليس، مثلا انه كنت بتكلم مع احد الاصدقاء امبارح من المرافقين لبعثة العين. تمام. يعني ملاصق للتحركات حتى في ال 24 ساعه الاخيره قبل المباراه. قال لي حاجه في منتهى الاهميه تؤكد لك انه المشهد ما كانش سهل. على مين بقى؟ ايوه، على كريسبو واعوانه. اه طبعا. بيقول لي صديقنا العزيز ده المرافق اللي كان يعني قريب الصله من بعثه نادي العين، قال ان كريسبو اول ما دخل الاستاد بدا يتخض. اه طبعا. كان باين عليه لانه الاتوبيس هو بره في ضجه في الاستاد. اه. وهو عارف ان الاستاد قريه كبير واتمرن عليه التمرين الاخيره، فعارف ان هو استاد كبير، فما كانش متصور ان الاستاد فل. بالظبط. خلي بالك لما في المؤتمر السفير قال لك هو الجمهور هو اللي هيلعب. اه لما اتسال صح قال لك هو الجمهور هو اللي هيلعب، اللعيبه اللي هتلعب. اه ده امر طبيعي. ما كانش متخيل برضه. كان لسه الموضوع بالنسبه لا هو كمان كان في بعض الناس موصله له انه الاستاد مش كامل العدد. بالمناسبه يعني. فمع دخلته من الممر اللي انت عارفه بتاع دخول اللاعبين ده، خد الصدمه الاولى باكثر من 70 80 الف متفرج في تصوري يعني. منظر ممتع. حاجه تحفه، كانش فيها الا اماكن فاضيه قليله. ودي كانت اللي هي فوق جماهير الامارات، ودي ناحيه تامين مش اكتر. اه تامين. بعد كده طول الملعب وعرضه مفيش باللون الاحمر. مفيش. بصراحه لحظه تاريخيه. انا بصراحه شديده كنت بعتقد وتصوري اعتقد جه في محله انه جمهور الاهلي كان اللاعب رقم واحد، ودي مش مبالغه. دي حقيقه. ولا 100%. كلام ولا كلام الاستهلاك المحلي يعني 100%. متفق معاك. لانه الخض الاولاني واول ربع ساعه صح، واضاعه الاهلي للفرص الغريبه دي وارتباك لعبت العين بهذا الشكل الغريب، ده دليل ان في حاجه في المدرج. ودليل انا بيني وبينك انا قاعد بتفرج ومستني الجول. بالظبط كده. والله قاعد مستني الجول. ضغط حقيقي. لعبت الاهلي كلها قالت فعلا ان ضغطنا عشان الجمهور فعلا كان مدينا دفعه كبيره جدا. طبعا. وما كانش المنظر ده يدي دفعه. مين فين اللي فين؟ انت هتاخد دفعه امتى طيب؟ يعني هتاخد دفعه امتى لما كان بصراحه الناس دي مش هتديك الدفعه يعني. بصراحه انا بحب اعتز جدا ببلدنا. طبعا. ودايما حقيقي والله على فكره انا الحمد لله رب العالمين احفظ العديد من الاغاني الوطنيه. عن صدق وعن حب. واسجل هنا لازم ان هذا الاستاد العظيم. طبعا. استاد الرعب. فعلا فعلا من اهم واجمل واقوى واكبر وامتع ملاعب الدنيا. طبعا. طبعا. استاد القاهره الدولي ده يا جماعه. عشنا وعصرنا فيه ماتشات وبطولات وتاريخ عظيم. طبعا. واللي سافر ولف الدنيا في ملاعب وبطولات زي حضرتك ده حاجه تانية. عارف استاد القاهره ده له قيمه كبيره جدا والله. حاجه تانية فعلا.
استاد القاهرة لما يتزين بهذا الشكل الممتع في ماتش زي ده، ده دليل ان احنا نعرف ننظم ونعرف نعمل ونعرف نشتغل. الشكل الحلو ده احنا مفيش غلطه امبارح، بنحط دماغنا في حاجه بنعملها على اعلى مستوى، مفيش غلطه امبارح، مفيش غلطه، مفيش الهوى. الضيوف او الاعزاء او اصحاب البيت زي ما بيقولوا الاخوه الاماراتيين يعني طبعا كانوا في بيتهم يعني مصر، طبعا طبعا اعجابهم حتى بالاستاد، طبعا هم عندهم ملاعب عظيمه طبعا، بس اعجابهم باستاد القاهره. بس خلي بالك مش بالاحجام دي، طبعا مش بالكثافه دي، مش بالزخم، هم دايما هناك ايه 15 20 25 كده الحاجات دي، الزخم مختلف، لكن كده الزخم مختلف. الاستاد يخض طبعا، استاد القاهره بصراحه ممتع، انا يظل هو الاستاد التاريخي بالنسبه لنا كلنا، طبعا طبعا. فكل حاجه كانت مظبوطه امبارح واكتملت بثلاثيه مستحقه طبعا. اعتقد ان هو كان يوم رائع في تاريخ الكره المصريه، عشان كده بدات كلامي بقول لك ان هو يوم تاريخي، وانا سجلت ملاحظات تاريخيه من خلال البطوله، من خلال الحضور الجماهيري، التنظيم الرائع، ثلاثية تاريخية، تألق غير عادي من كل اللعيبة، نادرا 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 لما تلاقي اللعبة كلها فايقة بالظبط كده، صح ده صح 100%. في ماتشات كتير جدا حقق فيها الأهلي ومنتخب مصر وكل الأندية بطولات كتيرة جدا. بص محمود، ده ده جول أسطوري يعني. بص محمود إمام بيعمل إيه؟ ده كل بص إمام بيعمل جول الخطيب دي يعني، حتى قال له ايوه، قال له قال لي كابتن خطيب، قال لي كابتن خطيب، قال له ده جول من اجوالك، بس انا مش قدك يا كابتن، مش قدك يا كابتن، والله مش قد الكابتن خطيب يعني طبعا، بس هو موهبه كبيره امام عاشور. لا كابتن بيبو ده كابتن بيبو حبب اجيال في الكوره، انت متخيل يعني ايه طالما ذكرنا حبب اجيال في الكوره، طالما ذكرنا كابتن الخطيب ده، كان تصور برضو انه من جمال المشهد انه الاهلي بيواجه العين الاماراتي بطل اسيا في بطوله نص الدنيا على ثلاث قارات في ليله مهمه جدا 29 اكتوبر وبعد دقائق هتقلب الساعه ويبقى عيد ميلاد رئيس النادي اللي قاعد على عصبه في المدرج. عشان كده انا امبارح قلت له ايه؟ قلت له دي اجمل هديه ليك من اللعيبه. بالظبط، دي اجمل هديه. على فكره ده مشهد درامي بحت بحت، انه لما تقلب الايه، لما تقلب الموضوع ويحصل لا قدر الله اي حاجه تانية، طبعا هتبقى تشك جامد، والصدمه والزعل مضاعف طبعا. اما وانك دلوقتي بتكسب البطوله بهذا الشكل، والمشهد اللي احنا شايفينه على الشاشه ده انه كابتن الاهلي محمد الشناوي يصر طبعا انه الراجل يرفع الكاس في اول مره يعملها، بالمناسبه ما حصلتش في 20 بطوله سابقه، ما حصلتش هذا المشهد، وحصل قبل كده المشهد انت فاكره بتاع الميداليات. بالتالي كابتن الخطيب يعني من ساعه مثلا اقول لك ايه 86 كاس الامم 87 لما الكابتن اعتزل 87 87 شال كاس افريقيا قدام الهلال السوداني، من ساعتها بتهيألي الكابتن اول مره يرفع كاس كده وسط الجمهور. انت فاكر اللحظه بتاعت الميداليات مواليد سليمان ورفاقه في نهائي تشامبيونز ليج، طوقوا عنقه بالميداليات. المره دي لما كابتن التيم ولعيبه الاهلي تقول له ارفعوا انت يا كابتن، ارفعوا انت يا كابتن، دي حقيقة. ده تقدير برضه لقمه الراجل. هو بصراحه شديده، هو المشهد كله مكتمل حلو مفيش اخطاء، مفيش ثغرات، لا لا لا. طيب تعالى بقى ايه، بعيدا عن المشهد تعالى ندخل بقى جوه كواليس شويه بقى، عايزين نتكلم على الكواليس شويه، لان في اكتر من موضوع عايزين نتكلم فيه. البعض جه قال قبل مباراه الاهلي ومباراه كبيره ومباراه ببطوله والفيفا تحت اشراف الفيفا ان احنا نثير موضوع علي معلول، وخد من السوشيال ميديا وجمهور الاهلي زعل. ان انت عارف مشكله علي معلول انه هو قريب شويه، او مش مشكلته، مسته قريب من جمهور الاهلي جدا، مظبوط، بيحبوه قوي، مظبوط. فالدنيا قلبت بقى شويه، الناس زعلت ان علي معلول ان ممكن يبقى اخر سنه ليه، وانت عارف كابتن رمضان واضح ومباشر طبعا، ما بيزينش الكلام، صحيح، او ما بيدلوش حق، لا 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 هو كده على طول، فبيقولوا الناس زعلت شويه. طب لما هو كده ما كانش وقته، ايه الجديد؟ هو الطريف في الامر ان كابتن رمضان لما حب يوضح الامر اكد عليه بنفس حروفه، هو كابتن رمضان كده يعني مش هيتغير، مش هيعرف يبروز لك كلام ويزينه لك. لا صريح وواضح وراجل ناجح بالمناسبه. قبل ما اكلمك بس على حته معلول، طالما قلنا كابتن محمد رمضان، يلا بينا. الانطباع الاول عند بعض الناس انه جاي راجل صدامي، يعني ممكن جاي يرعب الفريق، عقوبات وغرامات وتجديدات امنيه مشدده على الفرقه وما الى ذلك. انا اقدر اقول لك من الكواليس برضو بحكم اقترابنا من اللعيبه ومن الجهاز ومن الفكره نفسها داخل النادي الاهلي، الراجل ده بيتعامل بقبوه مش طبيعيه مع اللعيبه. ده شفته امبارح قبل بقى مشهد امبارح كمان، انا اللي شفته امبارح ده حسسني ان في حاجات تانية. لما طول الوقت يقول اللعيبه المكتب ده هيفضل مفتوح، هو فاتح المكتب على فكره، هو مكتب مدير الكوره، اول ما تدخل من ورا على الشمال هو دايما فاتح الباب
وقال لهم اي حد عنده مشكله شخصيه يدخل عليا. دي رقم واحد. فكره هو حتى وضح الكلام ده بعد كده او النهارده انه مركب لهم ساعات وبيراقبوا بالوقت. كده مش حقيقي طبعا، كده مش حقيقي، واحنا نفناه قبل كده قلنا اكتر من مره كده مش حقيقي يا جماعه. حصل الكلام ده والراجل هو بنفسه بيقول فعلا نفس الكلام. لا مركب لهم ساعات وبعد الساعه 11 مش عارف الساعه بتعمل ايه. في بعض اللعيبه يا استاذ محمد بقى لها فتره استعانت بالساعات دي من نفسها بالمناسبه يعني عشان يظبط اداؤه هو، بيشوف ضربات القلب، بيشوف المتابعه بتاعته هو الشخصيه. تمام. في اكتر من لعيب في الاهلي عامل ده، هو ملوش علاقه كابتن، رقابه ذاتيه ملوش علاقه بيها. دي بقى لها فتره اصلا، هي بقى ترجمه ان هو اللي جاب الساعات دي. بالظبط كده. طبعا الكلام ده غير حقيقي بالمره. كابتن محمد رمضان بيمثل عامل اضافه كبير جدا للنادي الاهلي، اعتقد ان هو ملى فراغ كبير جدا سابه كابتن سعد عبد الحفيظ في اخر مدير كره قبل كابتن خالد بيبو. اعتقد انه الراجل ده ممكن يستمر سنين بمنصب جديد مدير الرياضي بصلاحيات مدير كوره، عنده الملك. لكن لما تسرع شويه في موضوع علي معلول وده على فكره امر طبيعي، هو حتى اعترف بيه انه اعترف في موضوع الصفقات بالتسرع، ويبدو ان هو تسرع شويه في موضوع علي معلول. لكن علي معلول الضجه اللي عملها تصريح كابتن محمد رمضان تؤكد لك ان ده مش لاعب طبيعي. ده اهم لاعب محترف في تاريخ الاهلي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. شفت جيلبرتو؟ هو اعلى من جيلبرتو. هو عدى جيلبرتو بمراحل. علي معلول يمثل قيمه تاريخيه عظيمه في تاريخ الاهلي، وهو حاسس بده وجمهور الاهلي مديله ده. لكن هل الراجل كان غضبان؟ ايوه كان غضبان. علي معلول كان طبعا غضبان. طبعا كان مصدوم جدا من اللي حصل. وكابتن محمد رمضان اعترف ان هو عاتبه، يعني علي معلول كلم محمد رمضان وعاتبه على الامر. انت حضرتك يعني تقصد ايه بالكلام ده؟ فوضح له تقريبا نفس الكلام برضه اللي هو قاله بالمناسبه في الاعلام يعني. علي معلول يا جماعه من اليوم الاول، وانا كنت مع حضرتك هنا من فتره حصل وسالتني على علي معلول وقلت لحضرتك الكلام اللي محمد رمضان قاله بالحرف. انه يا جماعه علي معلول ما كانش هيجدد عقده. حصل. السنه الاخيره دي جت بسبب الاصابه. يناير يحسم امره. كان في فكره بيقيد علي معلول من 25 اكتوبر. وكولر تحفظ على هذه الفكره. ترديش. لانه عنده باك ليفت يحيى عطوط الله بيأدي اداء كويس، فقال انتظر الامور في يناير احسم موقف علي معلول. طيب هل علي معلول ممكن يقيد في الاهلي في يناير؟ ممكن. ده لو الاهلي ما جابش فرود. بالظبط كده. او ممكن لو جاب فرود ومشى تاو. ومشى تاو. يعني في بيرسي تاو برضه بيمر مرحله الاعدام الوزني. هو شكله كبيره يعني. هو شكله كده. مقموص شويه، بيلعب على سطر ويسيب ثلاثه شويه. هي مشكلته طول عمره في القمصه. اللي هو مزاجي لحد كبير. المزاجي دي صعبه جدا جدا يعني. واعتقد ان الاهلي واللي حصل شفت المشهد اللي حصل امبارح برضه يبين لك، بس كابتن رمضان لم يدور بسرعه. طبعا. اعتقد ان هو لن يجدد عقده. لن يجدد لبيرسي تاو. هيبقى صعب جدا جدا. على فكره برضه لما تيجي تتكلم فيها ناحيه احترافيه صعب، هو دلوقتي عدى ال 30 مظبوط. فانت لما تيجي تفكر فيها، طب انا اجدد لعيب عدى ال 30 ليه؟ طب انا اجيب واحد اصغر منه ويفيد النادي 3 4 5 لا سنين. وراتب كبير. راتبه كبير جدا. راتب كبير يعني. اعتقد بيرسي تاو لو اتحرك هيفتح المجال لواحد زي علي معلول يلعب جناح بعد كده. بالظبط. طب علي معلول ما جددش مع الاهلي او ما عادش مع الاهلي او ما تأيدش مع الاهلي، هيروح قطر او الامارات. ان في بعض الانديه فعلا عايزين حط عينها على ده. في ناس يعني في انا عندي معلومه ان في انديه منتظره شفاءه فقط لغير. طبعا شفاءه فقط لغير ويجي. طبعاً. هو بصراحه عنده عزيمه كبيره جدا وبيتمرن كويس جدا في النادي الاهلي كل يوم. هانت بقى شهر هانت. لا هو خلاص يوم 20 نوفمبر يرجع بالفعل. انا بقول لك يعني باقي شهر ان شاء الله يبقى في الملعب يعني باذن الله. باذن الله. هو بصراحه يستحق كل الدعم، ويستحق كمان الجمهور يزعل عشانه بهذا الشكل. وعشان كده برضه في نفس الوقت ما تصدقش حد كتير دي. انا معاك. وفي نفس الوقت بقول كان الله في عون يحيى عطية الله. طبعا. مقارنة دائمة. والولد هيفضل طول عمره مضغوط، او مش طول عمره يعني، هياخد فترة طويلة في الضغوط عشان علي معلول. مليون في المية. لكن هو بدايته حلو. يعني هو برضه عنده شخصية. دولي. يحيى عطية الله. لعيب دولي كبير. انا بقول لك عنده شخصية برغم ان الجمهور زام عليه شوية بعد ماتش السوبر الافريقي. الجول وبعد كده ضيع ركله الجزاء، بدايه صعبه جدا جدا جدا، لكن ما شاء الله عنده شخصيه، وقف على رجله بشكل جيد جدا. هنا بقى الخبرات بتفرق بقى. طبعا. ده كان اللاعب الدولي في المنتخب المغربي الوحيد في منتخب المغرب. بالظبط كده. الوحيد. كل اللي حواليه مختلفين في اعتى انديه اوروبا. مظبوط. فده يؤكد لك برضو على قيمه اللاعب الدولي، عنده الخبرات. صح. بيلعب ضربات حره بشكل مش طبيعي. شخصيا ده بيحطها زي ميسي. مش طبيعي. على فكره التمرين الاخير قبل ماتش العين.
في استاد القاهره كان في فقره على ضربات الجزاء وفقره ضربات حر. يحيى عطوت الله زي ما عرفت من التمرين سدد خمس ضربات حره حطهم كله. طب صلى على النبي بقى. عليه الصلاه والسلام. ف هيقول لك محمود شوقي حسد. لا هو لعيب كبير اعتقد ان هو يقدر يبني مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. وزي ما انت بتقول المقارنه مع علي معلول المفروض تهدى شويه لانه هيكون مش في صالحه على الاقل في المرحله الاولى. اكيد. بعد كده ممكن تقارن براحتك زي ما انت عايز بقى. خلاص. طيب خلينا نروح برضو لنقطه ثانيه في النادي الاهلي. احنا كده اتكلمنا على علي معلول وفي انتظار ان شاء الله عودته وبعدها كل الامور هتوضح خلاص بقى. مش مفيش حاجه تستخبى كل مزبوط. الامور هتبقى واضحه جدا. خلينا نروح بقى لنقطه رضا سليم. رضا سليم امبارح شكله ما كانش حلو. طيب رضا سليم طول ما هو قاعد على الدكه امبارح بيسال انا هنزل امتى؟ انا هلعب امتى؟ تمام؟ جات الصدمه ان هو ما لعبش خالص. ما لعبش خالص. وقف مع اللعيبه بتسلم الجوائز خد الميداليه حطها في ايده وبعد كده مشي. بس اللي ما يعرفوش البعض انه رجع تاني. رجع تاني؟ ايوه. ده ممكن يكون مفاجاه للبعض يعني. انا بالنسبه لي مفاجاه. انا شفته لما خد الميداليه وراح ماشي. انا متفاجئ لما عرفت بالخبر. اتفاجئت من الموضوع. حكى لي الكواليس يعني. في بعض اعضاء الجهاز دخلوا له الاوضه. قالوا له ما ينفعش. من الاجانب. وبعض اللعيبه زي اشرف داري راح له. فرجعوه تاني للاحتفالات. صحيح ما كانش مندمج قوي مع اللعيبه. هو كان باين عليه امبارح. لكن رغم كل هذا الحزن ما ارتكبش اي خطا. لا لا لا. بالمناسبه النهارده مع التمرين عاوز اقول لك ان الفرقه كلها كانت مستنيه رضا سليم. اشمعنى؟ ودي حاجة برضو يا جماعة تحسب لفكرة الروح الجماعية. طب بس اشمعنى الأول مستنيينه ليه؟ ما أنا هقول لحضرتك. هم حاسين إن هو مضغوط زعلان فحابين يخرجوه. زي ما اللعيبة التفت حوالين كهربا وحسبته. طبعا. اللي حصل بقى في الكواليس النهاردة إن كل اللعيبة راحت لرضا استنت. لا استنته مع ممر الدخول بشكل غريب جدا. علشان يهزروا معاه. يطلعوه من الحالة دي. بدأوا فعلا يطلعوه من الحالة دي. كولر هو داخل قعد برضه يعكسه شويه وبتاع بس هو كان قافل شويه. رضا سليم كابتن محمد رمضان زي ما عرفت اتكلم مع رضا سليم. دي اللي انا عرفتها النهارده. واتكلم مع تاو كمان. واعتقد انه اللاعب ما صدرش منه اي شيء لان كان بعض الناس النهارده بيقول لك هل في عقوبه على رضا سليم؟ لا 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 ما فيش عقوبه طالما الحزن في القلب يعني الراجل ما ارتكبش. طبيعي ان انا ابقى متضايق ان انا ما لعبتش اي جريمه يعني. طبعا. اعتقد ان رضا سليم لو خد ثقه ممكن يكون من نجوم الدوري المصري الموسم الجديد. انا معاك في دي. ياخد لو تفتكر السنه اللي فاتت كولر لما اداله اخر خمس ست مباريات في الدوري بعد ما تقريبا الدوري اللي اتحسب كان افضل كان هايل. كان هايل مظبوط. رجع بقى بعد البدايه الثاني برضه قعدوا على الدكه. الفرصه قدامه بصراحه لانه الاهلي هيحتاج لعيبه كتير في تدوير الفتره اللي جايه. طبعا. حتى لو الدوري والماتشات كتير. لكن في ماتشات كتير وفي منافسات كبيره وانت رايح على تحدي كبير كمان. انت عندك تحدي دوري بعد تحدي السوبر اللي فات عندك تحديات اخرى زي تحدي كاس التحدي بقى في المباراه. عندك دوري ابطال افريقيا انت تسيب. طبعا طبعا. طب بس انت عندك حدث عالمي ما بيحصلش كتير. طبعا. وكاس التحدي ده في قطر اول مره هتقابل واحد من الابطال اثنين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. حتى لو بقى المرشح الاكبر امريكا الجنوبيه هتلعبه في نص النهائي 14/12 في قطر ان شاء الله. ملعب 9/7/4 والفايز يطلع يلعب الملعب لوسيل يقابل ريال مدريد على نهائي كاس العالم. تصور الاهلي حط مصر وحط جمهوره في موضع عامل ازاي. فكل اللعيبه دي لازم تحلم باليوم ده. ده صح. تحلم بالتواجد في استاد لوسيل. هتفرق معاهم كتير جدا. لو انت بتتكلم على الحلم ده امام عاشور اتكلم عليه النهارده على السوشيال ميديا وقال لك انا كنت قاعد اتفرج واقول يعني نفسي اشارك في حاجه زي كده. قال لك فانتم متخيلين ان انا بشارك ولعبت وسجلت وكنت سبب في فرحه الجمهور ده وفرحه فريق النادي الاهلي. انا مش متخيل اللي انا بقيت فيه. يعني هو امام بيقول لك هو خيال فعلا. هو هي احلام يعني. انا مش متخيل. قال لك كنت بقعد اتفرج اقول نفسي اشارك في حاجات زي كده. موهبه امام عاشور تخليه يقدر يحقق مع الاهلي انجازات كبيره جدا. صح. ويقدر ينافس على افضل لاعب داخل القاره بالمناسبه. صح. ويقدر يقود منتخب مصر وما يطلعش من التشكيل الاساسي ابدا حقيقة. بس يكون هدفه الوحيد وحياته كلها تتمحور حول هذه اللقطه في المستطيل الاخضر. اللقطه دي وبس. في المستطيل اللي هو البحث عن النجاح والتميز داخل الملعب. غير كده هيفقد كتير جدا من موهبته. ده صح. لازم امام عاشور اللي بيحب امام عاشور خلي بالك هو لما ركز شفت اداؤه امبارح عامل ازاي؟ طبعا. اداء امبارح لعيب كوره قماشه كبيره جدا جدا وعلى فكره عنده اكتر من كده 10 مرات. انا بعتبر ان مستوى امام عاشور امبارح يعني 30 40% من مستواه بالمناسبه يعني. طب اسالك سؤال. اتفضل.
هل امام عاشور بيعتبر افضل صفقه عملها الاهلي اخر 5 سنين مثلا؟ بلا شك. بلا شك. بلا شك. بعد علي معلول اعتقد هو افضل صفقه. يبقى بقى من 10 سنين بقى. اه. علي معلول بقى له 8 اعتقد يعني. اه يعني في اخر 10 سنين علي معلول و اعتقد انه كموهبه. حسين الشحات كصفقه كبيره جدا. ماليا وعلى المستوى الاداء وحقق انجازات وحقق اهداف بس مش ماشيه مع اليومين دول. اه بيروح وبيوصل بس مش ماشيه. بس لعيب كبير. اه طبعا. لكن انا بتكلم على قيمه الصفقات. لا في صفقات كتير لكن انا ممكن اقيمها من منظور تاني شويه اللي هو فكره الكواليتي. الكواليتي نفسه. لا امام عاشور موهبه تقيله جدا 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 في صفوف الاهلي واعتقد انه كمان اللعيبه حاسه بيه وفي التفاف حواليه. حتى امبارح عجبني لقطه كبيره جدا للشناوي. لما لقى امام عاشور بيهتف زعق له بشكل او باخر زعق له واستجاب هو قال له قال له انا ما غنيتش ايوه هو استجاب ليه حتى كمان بسرعه قال له انا ما غنيتش ورجع يعني فكره برضه تقدير القائد فكره ممتازه طيب كهربا ممكن يظهر في تشكيله النادي الاهلي ويلعب ويشارك ولا كولر زعل وحش غرامه كهربا بقت النص زي ما انت حضرتك عارف لكن هي ممكن تكون غرامه معلقه شويه خلي بالك طبعا يعني فكره عقوبه تبقى للالتزام التنفيذ دي انه انا هشيل لك النص بس لو حصل اي حاجه ثانيه انا هعاقبك يعني وده امر طبيعي جدا في فكره الثواب القائد زي ما اللعيبه هتاخد مكافات خاصه بالمناسبه عن بطوله 30,000 زياده عن الماتش بتاع العين عن اللائحه بتاعت النادي الاهلي في 30,000 في برضه عقاب موجود وعلى فكره العقوبات الكابتن محمد رمضان عملها او تعديل اللائحه ما كانش فيها تغليظ قوي في العقوبات زي ما الناس كانت متصوره وانا كنت منهم بالمناسبه كنت متصور ان يكون في عقوبات مغلظه اكتر من كده لكن اللائحه عاديه حاجات بسيطه فكره المليون جنيه كان من ضخامه الحدث اللي حصل في من كهرباء في الامارات لكن لما لاعب يعتذر مره واثنين ويصر في التمرين قبل ما الفرقه تنزل الملعب او هم يعني حوالين بعض في نص الملعب في التمرين انه يوقف مستر كولر ويقول له انا اسف يا مستر انا لازم اقول حاجه ويصر على الاعتذار بهذا الشكل ده دليل برضو انه معترف بالخطا فكره الاحتواء فكره رائعه كابتن محمد رمضان مش جاي يموت الناس يعني بالظبط اعتقد انه شفته انت امبارح وهو بيحضن كهربا برضه حضن تحس ان يعني. ابنك أبوي ابنك وما فيش اي مشكله اعتقد كهربا هيكون له دور الفتره اللي جايه في دور اعتقد جدا كمان تمام لانه وسام ابو علي يعني برضه لعيب كبير جدا بس مجهد لكن ضغط الماتشات اكيد هيحتاج واحد زي كهربا يكون معاه طبعا وسام فيرويد طبعا وامبارح العفويه اللي اتكلم بيها محمود عفويه عجبتني جدا كان جميل بصراحه عفويه واحد بيتكلم تلقائي كده واحتفاله رائع قال لك انا رحت ولعبت وكنت بلعب في السويد لا عمري شفت الجمهور ده ولا عمري شفت بطوله ولا عمري شفت ولكن اتشرف انا واهلي انا وعيلتي ان انا بلعب هنا ان انا بلعب هنا يعني هو بيقول لك كلامه بيقول لك تحس ان هو بيتكلم عفوي لا بيدور على ترند بقى ولا على ريتش ولا الكلام ده لا لا وحاطط جول رائع فيرويد رائع فيرويد واحتفاله اروع يا استاذ محمد في كوره هقول لك عليها تاني في كوره اتعملت 1 2 بينه وبين حسين الشحات الكوره بص هو ذكاؤه كفيرويد يعني لا وشوف الساند عملها ازاي لا 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 اهي لا ده الجول ده الجول ده الجول ده الجول في كوره عملها هو حسين الشحات برضه ده يبين لك انه فيرويد مش طبعًا. موضوع ان هو مثلا بيجي له الكوره وبيشوط او بيعمل لا هو الكوره بيشوف التوقع هنا كمان طبعا متوقع ايه ومن لمسه واحده انا لازم اسجل بكثير من الاعجاب احتفال وسام ابو علي بالهدف مش عارف جاب الكرسي منين استغربت لما لقى الكرسي مش عارف جاب الكرسي خلي بالك برضه دي ده ذكاء سرعه بديهه منه كبيره لما لقى الكرسي بتاع الامن اللي هو أيوة. الامن الموجودين ويجلس عليه بهذا الشكل الرائع في رساله طبعا معبره الناس كلها عارفه الرساله طبعا ومضمونها في دعم فلسطين وغزه الحبيبه وده يؤكد لك برضه ان اللاعب ده مش مجرد لاعب عادي لا هو دلوقتي اصبح يمثل دوله مهمه ودوله كبيره دوله فلسطين اكيد واعتقد ان وسام ابو علي في قادم السنوات يعني ممكن السنه دي ان شاء الله يقدر ينافس على لقب هداف الدوري للمره الثانيه طيب كده احنا خدنا اللعيبه والفتره الجايه الاهلي داخل على ماتش سيراميكا اول مباراه ليه في الدوري الاهلي قفل النهارده كابتن رمضان ادى فرمان مفيش خلاص احتفلنا امبارح القصه اتقفلت وخلصت اهي الكرة اللي بقول لك عليها دي اشكركم جدا شوف النزل الاول بص الذكاء بص لا لعيب ذكي ما هي عشان بقول لك بس هي مش ماشيه مع الشحات بس هو فيرويد ذكي بص بعد ما طلع بص نزل له تاني ازاي يعني بقول لك شوف النزله دي عامل بيلعب زي. بدماغه بيلعب بدماغه مش موضوع ان هو لا 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 طبعا كانت تيجي بالشمال بعيدة في البعيده طيب عايز بقى نروح بقى لنقطه تانية كنا اتكلمنا انا وانت برضو في
مرة سابقة عن موضوع مهم جدا، وهو حاليا ماشي بنفس الترتيب اللي اتكلمنا فيه، انتخابات نائب رئيس النادي الاهلي. تبتسم انت، انا مش ناسي. ايوه صح. لا الله عليك. انا فاكر كويس جدا، وفعلا السيناريو بالتواريخ اللي انت ذكرتها لي هو اللي ماشي حاليا. الاهلي فتح باب الترشح وكله ماشي لغايه دلوقتي تمام، بس لغايه دلوقتي ما فيش حد ترشح. لغايه دلوقتي مجلس اداره الاهلي ليه افكار او ليه فكره محدده؟ هو نفسه ان يبقى هذا المنصب خالي تكريما للوزير الراحل العمري فاروق. ايه السيناريوهات اللي في فتره فتح باب القيد من وجهه نظرك، او اللي انت تعرفه من الكواليس؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط، التسلسل قلناه حرفيا يعني بالظبط بالتواريخ. وانا قلت لحضرتك ان المهندس خالد مرتجي لن يترشح، لانه كان كل الفكره انه المهندس خالد مرتجي يستقيل قبل الدعوه للجمعيه العموميه من منصب رئيس الصندوق، فالكرسي هيفضل للنائب الرئيس، هيفضل منصب كمان وممكن يحصل اكثر من منصب. فانا قلت لك ده مش هيحصل. ان الرغبه في عدم اجراء انتخابات بشكل عام، الاستقرار او الاستقرار للمجلس ده. ولو حد جه يجي من بره، مصطفى مراد فهمي انطرح اسمه، هو اعتذر عشان هو حابب ان هو يفضل في باريس وقعد في فرنسا طول الوقت. راجل جميل طبعا، من الشخصيات الرائعه يعني طبعا، لكن الراجل قاعد في باريس ويعني مش متفرغ للامر. انتخابات الاهلي خلاص على الابواب، والترشح هيغلق خلال ايام. مفيش حد اتقدم، لكن في النهارده عضو سحب استماره الترشح، احد الاعضاء يعني مش من اعضاء البارزين قوي، لكن احد الاعضاء سحب استماره الترشح، لكن ما سددش رسوم ال 100,000 جنيه. وهي نقطه مهمه بالمناسبه نشرحها برضو للناس. انه اللائحه الخاصه للنادي الاهلي، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، بتمنح المجلس احقيه تحديد رسوم الترشح. الدوره اللي فاتت كانت 30-35,000 جنيه للمناصب. فالمجلس اطاع انه عشان منع فكره الترشح للشؤون الاعلامي بالظبط، مبقاش بقى 5,000 و10,000 والكلام، لا لا لا، يبقى مبلغ، يبقى انت نازل بجد، وكمان يساهم في العمليه الانتخابيه، لان المصروفات تبقى ضخمه جدا عشان عمليه انتخابيه. طبعا. وعلى فكره الرقم ده ممكن يستمر بقى في 2025، في نوفمبر 2025. طيب الكابتن محمود الخطيب بيفكر في هذا الملف ازاي؟ ببساطه شديده، هينتظر النادي الاهلي او مجلس الاداره موقف المرشحين. لو ما حدش اترشح، الاهلي مش هيدفع بحد، او المجلس مش هيدفع خلاص، يبقى الوضع كما هو عليه. تمام كده؟ اذا مفيش انتخابات، مفيش جمال العوامية تقترب انها لا تكتمل، وبالتالي تقول لمجلس الاداره بنود جدول الاعمال لمجلس الاداره. مظبوط. تمام كده؟ مظبوط. طب الفكره الثانيه، ده الاقرب، ده الاقرب ربما. الفكره الثانيه انه حد يترشح في اللحظات الاخيره، وبالتالي يضطر الكابتن محمود الخطيب للدفع، دفع باحد المرشحين. طيب الكابتن الخطيب يفكر ازاي برضه في المنطقه دي؟ طبعا لازم يبقى مجهز. بيفكر انه لو ده حصل، ان يكون المرشح رمز اهلاوي. رمز اهلاوي، انت سرحت دلوقتي. مصطفى مراد فهمي اعتذر، فيفكر في رمز اهلاوي، مش مجرد شخص عادي. تمام. كذا اسم كانت تردد في الفتره الاخيره، لكن المستشار محمود فهمي طبعا اسمه انطرح بقوه داخل اروقه النادي الاهلي، قيمه كبيره لترشيحه لهذا المنصب تكريما له. بس ده في حاله واحده، لو تقدم احد المرشحين. ايوه. في حاله عدم التقدم يبقى الوضع كما هو عليه. بالظبط. طبعا الشيخ محمود فهمي برضو يعني الحاله الصحيه مش افضل حاجه، نتمنى له طبعا السلامه يا رب. لكن رمز كبير جدا طبعا. فكابتن محمود الخطيب بيفكر في فكره الرمزيه دي، ان يكون الرمز ده يجلس على هذا المنصب، لانه اللي باقي سنه واحده بس. مظبوط. طيب انا عايز اروح لنقطه تانية بقى، ومهمه جدا جدا جدا. انتخابات الاتحادات. مش ده احنا دي لازم نتكلم فيها بقى، ونشوف ايه الاتحادات اللي هي هيحصل فيها تغيير، ايه اللي المفروض يحصل فيها تغيير، او الاتحادات اللي هتبقى كما هي. لان احنا طبعا خلاص خلصنا الاولمبيات، والمفروض في ناس كتير اولا اعلنت من رؤساء الاتحادات ان هي مش هتكمل، وقالوا ده علنا قلناها. فعايزين ندخل بقى في تفاصيل الموضوع ده، ارجوك بس عشان نعرف الناس ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، عشان ناخد خطوه لقدام، لان مهم جدا ان احنا الرياضه تتغير، الخريطه تتغير بشكل مهم جدا في الفتره الجايه. خليها بعد الفصل نتكلم بالتفاصيل في انتخابات الاتحادات الرياضية إن شاء الله.
برحب بحضراتكم بعد الفاصل، والى يعني موضوع شائك جدا ومهم جدا، ان احنا نعرف ايه تفاصيل انتخابات الاتحادات الرياضيه، ايه اللي هيحصل. هنشوف انتخابات بجد، وهنشوف وجوه جديده، وهنشوف قوائم جديده، وهنشوف جو مختلف. عايزين ننهض بالقصه، مش عايزين حد يفضل قاعد ماسك في الكرسي. وفي توجهات مهمه جدا جدا، او توجيهات مهمه جدا، بان اللعبات اللي احنا بنحقق فيها ميداليات وبنحقق فيها انجازات وبنحقق فيها بطولات دي لازم تبقى اون سبوت، وهي دي اللي الاهتمام بيها ماديا ومعنويا وكل حاجه. دي حاجات بعد الدوره الاولمبيه حصلت. هل هيحصل؟ هيحصل والله على المستوى الفني. اكيد بلا شك هيحصل تغييرات في اللي حضرتك بتقول عليه ده، الاهتمام ببعض الالعاب ده مهم جدا اللي احنا بنعمل فيها ارقام. طبعا ده رقم واحد، واكيد مؤكد انه المهازل اللي كانت بتحصل في السفريات الخارجيه اكيد النزيف ده هيقف كتير، مؤكد. لكن ايه في السفر، في قوائم السفر المشكله؟ المشكله في ايه؟ في السفر. لا احنا كنا بنسفر 20 اداري على 3 لعيبه. 20 اداري على 3 لعيبه؟ اه انت بتتكلم بجد؟ اه طبعا. والتوجهات الدوله المصريه ان احنا نوقف النزيف ده. وعندك ما يثبت ذلك؟ اه طبعا، ده توجهات الرئاسيه. لا انت المعلومه دي ان 3 لعيبه بيسافروا يعملوا معسكر بيطلع معاهم 20؟ مع بعثه كامله. 20؟ احنا عملنا بعثه في الفروسيه، بعثه كارثيه. كارثيه. على فارس واحد بحصان واحد، والحصان اتصاب والبديل بتاعه ما ينفعش ان هو ينزل في الاولمبياد. في الاولمبياد وكان معانا بعثه كامله العدد يعني. وفي الاخر الفارس اللي كان موجود كان جاي من امريكا يعني، اللي هو نائل. نائل وغيره من البعثات اللي حصل فيها خروقات كتيره جدا. ده ملف الدوله المصريه وقفت قدامه كتير جدا بحزم. وفي توجيهات زي ما حضرتك قلت كده، انه لازم نراجع السفر ده في التوجيهات بشكل واضح. طبعا نراجع قوام السفر، انه السفر يكون الاولويات فعلا، الاهتمام باللعيبه ومعسكراتها. وفكره ان مش كل مش اي بطوله ننظمها. بالظبط كده، لازم البطولات الكبيره العالميه هتدي المردود الطيب. طبعا لكن مش كل بطوله هننظمها، مش كل الالعاب نصرف عليها الملايين. مزبوط. لازم ننتقي الالعاب اللي ممكن نجيب فيها ميداليات. ده فكر عظيم، وده تميز مصر طول الوقت. طبعا في بعض الالعاب 5 أو 6 العاب، وانهم حتى في الحلقه اللي فاتت بكثير من التفصيل حصل. فحضرتك قلت نقطة، سؤال مهم له كذا شق في الإجابة. أنا جاوبتك على شقين في الإجابة. الشق الثالث هو الشق السلبي. أنا قلت لك إنه هيحصل تغيير في كذا وكذا وكذا، لكن للأسف الشديد هناك تغيير في بعض الاتحادات وهناك صدمات في اتحادات أخرى. طيب عايز أبدأ بالاتحاد، الاتحادات الألعاب الجماعية الأول. تمام. اللي هي باسكت، فولي، هاندبول، كورة. والكرة كده كده يحصل يوم 10 خلاص. يحصل يوم 10 خلاص. انا بتكلم على الثلاثة دول، انا بتكلم في الجمعية الاول. ايه هيحصل فيهم تغييرات؟ الباسكت والهاندبول والفولي. شوف، اولا الكرة لازم اقولها في نص دقيقة كده. يلا يلا. انا بوريدا يقترب من الترشح ويبحث عن وجوه جديدة بالكامل. في فرق بين يقترب من الترشح، وفي فرق بين ان انا داخل بقوه. الترشح ما ينفعش هاني بوريدا يترشح لمجرد الترشح. لا لا لا، هو ثاني اسم كبير. هو هيترشح وممكن ما حدش يترشح قصاده يعني بالشكل الكبير أو القوه الكبيره يعني. اوكي. لكن هو الفكره دلوقتي في قائمه هاني بوريدا. ايوه. يتم البحث عن قائمه جديده، لانه في مسطره محطوطه دلوقتي صعبه شويه، اللي هي ايه؟ ان هاني بوريدا يبقى معاه قائمه جديده. لا المجلس الحالي يكون ولا عنصر فيها موجود، ولا المجالس السابقه. دي معادله صعبه بالمناسبه. بس على فكره عندي اعرف 3 اسماء. طب مش هقول اسمهم دلوقتي. تمام. شباب جداد زي الفل. هو ده اللي ما خدوش قبل كده الانتخابات ولا كده. هذه المسطره بقى. اعرف 3 اسماء. ودي اللي مصعب الموضوع شويه. ده الكوره. واعرف المقعد النسائي. وانا كمان عارفه. هو حاجه محترمه جدا. جدا جدا. دي الكوره. اتحاد اليد في كلام كتير جدا. طبعا اتحاد اليد كان في فتره طويله جدا ما كانش في انتخابات. ودي كانت رغبه من الاتحاد الدولي والدكتور حسن مصطفى ان اتحاد اليد يكون له لائحه خاصه وما الى ذلك. لا، هيتعمل انتخابات اتحاد اليد. وبالمناسبه عشان نوضح للناس انه بكره 31، خلاص النهارده ان شاء الله. النهارده اخر يوم للدعوه. بالمناسبه للدعوه للانتخابات. للانتخابات. اوكي. حسب تصريحات السيد الوزير انه ده اخر يوم 31 اكتوبر اخر موعد لدعوه الجمعيات العموميه للانتخابات، للانعقاد والانتخابات. فاتحاد اليد في كلام كتير جدا انه بعض الاشخاص هيترشحوا قدام محمد الامين، زي ايمن صلاح مثلا نجم كره اليد السابق، حارس مرمى نادي الزمالك، منتخب مصر. ايوه. اسمه بتردد لرئاسه الاتحاد. ايوه. ولا في العضويه؟ لا، في رئاسه الاتحاد. رئاسه الاتحاد. ما دي المفاجاه.
هادي فهمي اسمه بتردد انه يعود مره اخرى لاتحاد اليد، مجرد تردد حتى هذه اللحظه. لكن محمد الامين ربما يجد منافسه في هذه الانتخابات. اوكي. اتحاد الباسكت ايوه ابو فريخه رغم ان هو عمل شغل كويس في السنوات اللي فاتت بس عنده انتخابات. دوري الباسكت بقى قوي قوي. يعني ايه عنده انتخابات؟ ايوه يعني في منافسه، يعني في معركه انتخابيه. مين اللي هيمشي كويس؟ عمرو مصلحي واحد طبعا من رموز اللعبه وواحد محنك اداريا. عمرو مصلحي شقيق الاستاذ محمد مصلحي مظبوط في اسكندريه طبعا. انت عارف اسكندريه يعني معقل الباسكت يعني، ونادي الاتحاد السكندري طبعا سيد البلد في اللعبه. لكن عمرو مصلحي عنده ميزه انه عامل قايمه. يعني هو هينزل رئيسه مع قايمه؟ اه قصاد الاستاذ مجدي ابو فريخ. مظبوط، عامل قايمه قويه برضو. الاثنين عاملين قايمه قويه، بس عمرو مصلحي عامل قايمه تنافس وفي سعي. يعني في انتخابات. في انتخابات. الباسكت في انتخابات. في انتخابات حقيقيه في الباسكت. الاصوات بقى في الصندوق دي حاجه ثانيه، لكن في على ارض الواقع في منافسه. وفقا للكواليس اللي احنا بنعرفها في معركه انتخابيه وفي انتخابات. تمام. ده اعتقد ده الجمعيه الطايره فيها الطايره فيها انتخابات. فيها انتخابات. الطايره عايزه تتراجع بشكل كبير. عايزه تتراجع يعني احنا على المستوى الدولي بعيد شويه. وفي على المناصب الاخرى غير الرئيس في انتخابات. في انتخابات. منى عبد الكريم مثلا هتنزل؟ اه نجمه الفولي بتنوي برضو للترشح في الانتخابات. اعتقد في انتخابات في بعض المناصب. تمام. ده بالنسبه للالعاب الجماعيه. اوكي. بس لازم على طول عينينا تروح على اهم اتحاد. اهم اتحاد بالنسبه لنا؟ اتحاد ايه؟ رفع الاثقال؟ لا السباحه. ليه بقى؟ اهم اتحاد؟ ايوه طبعا. احنا ما بنحققش حاجه. ايوه برافو عليك. طب وليه اهم اتحاد؟ ما دي من اهميته بقى. برافو عليك والله. انت بتخطفني. والله برافو عليك. ما بنحققش حاجه. برافو عليك. اهميه الاتحاد ده بتكمن في كذا حاجه. اهمها ان رئيسه هو ياسر ادريس، رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. اه طبعا. طبعا. تمام كده؟ طبعا. مهندس ياسر ادريس. بالمناسبه. كان بيتم الاعداد خلال الايام اللي فاتت لكارثه انتخابيه. لكن السيد وزير الشباب والرياضه انا بحييه بصراحه، انا بنتقده كتير وهنتقده دلوقتي. لكن بحييه على فكره انه وقف مهزله كانت هتحصل. ايه بقى؟ انه كان في رغبه بيتم الترتيب ليها داخل اللجنه الاولمبيه المصريه باجراء انتخابات قبل انتخابات الاتحادات. طب ودي تيجي ازاي؟ لك ان تتصور. طب ازاي اعمل انتخابات رئاسه اللجنه قبل ما تيجي الانتخابات الجديده؟ لا يعني عقليه ما تجيش. كان في ترتيب، الوزاره وقفت قالت لا يجوز. طب. وتم ابلاغ اللجنه رسميا لا يجوز، وبالتالي. طب والغرض منها كان ايه يا استاذ محمود؟ الابقاء على نفس الوجوه في اللجنه الاولمبيه المصريه. وبالتالي لما تيجي انتخابات الاتحادات يبقى الناس دي قاعده في اللجنه الاولمبيه المصريه. قاعده زي ما هي تبقى بقى في الاتحادات. طبعا تم ايقاف دكتور اشرف صبحي وقف القصه دي المهزله. وفي انتخابات اللجنه الاولمبيه المصريه في مارس وابريل بعد انتخابات الاتحادات اللي هتخلص كلها تقريبا في منتصف ديسمبر. ده انتخابات الاتحادات. مظبوط. فياسر ادريس عنده انتخابات في السباحه قويه جدا، لان في قائمه قدامه رؤوف نور ومعاه ابراهيم القفراوي وغيره، تم استبعاد بعض العناصر منهم. القفراوي اهلي؟ اه ابراهيم القفراوي عضو مجلس النادي الاهلي السابق، ترشح على منصب النائب، تم استبعاده وعمل طعن. وفي معركه في فكره الطعون دي. تمام؟ طبعا استبعاد بعض الاسماء من القائمه دي عمل هزه كبيره جدا، لكن يبدو انه عودتهم في حاله قبول الطعون هيعمل معركه. يعني المهندس ياسر ادريس عنده منافسه. اه عنده منافسه لو السباحة. لو القايمه دي اكتملت بقبول الطعون. بقبول الطعون. تمام كده. بس حاجه كده يعني نقول هنرمي نكته كده يلا بينا. ممكن الناس تتقبلها وناس تتصدم منها. هل تتصور ان الجمعيه العموميه لاتحاد السباحه تضم 10 اصوات فقط؟ يعني ايه؟ في بلد فيها اكتر من 5000 حمام سباحه؟ ده اهم تمرين في مصر للاولاد والدنيا كلها السباحه. انا من مبارك المحترم ده، هذا البرنامج اللي متشاف من كل الدنيا، بنوجه رساله للقائمين على الرياضه، دكتور اشرف صبحي، هل وزير الرياضه يقبل انه يتم تقليص العدد بهذا الشكل المفزع والمخجل بشكل غير طبيعي؟ هل ده رقم؟ لا طبعا. طيب البعض هيرد عليا دلوقتي حالا ويقول ايه؟ طب ما اللائحه بتقول كده. ملائحه عرجاء، ملائحه غلط. طب وايه الغرض منها ان يبقوا 10 اصوات بس؟ يعني التحكم في الاصوات ملهاش تفسير تاني. 10 اصوات اللي عنده تفسير تاني يا استاذ محمد فضل. يجي يناقشني على الهوا مع حضرتك دلوقتي حالا. اللي عنده تفسير تاني لفكره تقليص العدد ل 10 اصوات من انديه في اسكندريه وانديه في القاهره وفقط وفي الجيزه وفقط وبقيه الجمهوريه، هل مصر كلها ما فيهاش انديه مثلا؟ لو رحنا للاقاليم، نادي طنطا ما عندوش حمام سباحه قد كده؟ طب
ما عندوش ابطال بيلعبوا سباحه. طب النادي في الصعيد زي سوهاج ولا في اسوان ولا هسألك سؤال تاني، هل بطولات الجمهوريه اللي بتتعمل بيشارك فيها العشر انديه دول بس؟ برافو عليك، كل انديه مصر بتشارك. طيب ازاي ويتم تحصيل رسوم منهم؟ بس هم عملوا حاجه في اللائحه انه النادي اللي مش هيتحط في الجمعيه العموميه لاتحاد السباحه الا ما يلعب تقريبا اربع العاب من الالعاب المائيه. يعني انا دلوقتي في طنطا او في السوهاج يعني او لازم العب ووتر بولو ولازم العب وغطس ده مش شرط؟ ده كلام؟ لا طبعا. هل ده يرضي القائمين على الرياضه؟ طب الدكتور اشرف صبحي عنده علم بالموضوع ده؟ اكيد طبعا، ولو ما عندوش علم تبقى كارثه اكبر. يعني عنده علم انه مع 10 اصوات طبعا طبعا عنده علم طبعا، واحنا هنا بنوجه النداء ده السريع. طبعا اللي حصل حصل، بس مش هنتعلم بسهوله. دي كارثه ان انا اقلص العدد بهذا الشكل لمصالح انتخابيه بحته. دي وجهه نظرك الفنيه مالهاش علاقه غير بالانتخابات بس؟ طبعا الكلام ده على المسؤوليه طبعا، ده رايي الشخصي وانا مقتنع بيه تماما الاقتناع. تقليص العدد ل 10 اصوات في بلد فيها 5000 حمام سباحه ويشارك في بطوله الجمهوريه للسباحه كل هذا العدد وكل هذا الكم من اللعيبه، ويتم تحصيل رسوم بالمناسبه من كل الانديه في بطوله الجمهوريه للسباحه في المراحل السنيه المختلفه، وفي الاخر الجمعيه العموميه 10 اصوات. ده امر غريب جامده دي جدا يا محمود. في اتحادات اخرى بقى، يعني مثلا في السكواش كان حصل كلام مع كريم درويش لو تفكر طبعا بطل السكواش، لكن هو مقيم خارج مصر معظم الوقت فاعتذر وتم ترشيح البرولوسي ممكن يبقى موجود كرئيس للاتحاد. عمرو موجود مكانه، يعني اسم متردد طبعا اسم كبير. بالمناسبه كان في صدام ما بين ياسر ادريس وشريف العريان في الايام الاخيره. شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه، يعني شريف العريان عنده رغبه انه يترشح لرئاسه اللجنه الاولمبيه في قادم الايام، يعني المشكله فمؤسس ياسر ادريس بيقول له خليك في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وسيب يعني ايه. بس الخماسي الحديث حاجه عظيمه. طبعا هو ناجح طبعا بكل المقاييس. الجودو يعني هو هينزل رئيس اتحاد الخماسي الحديث؟ بس هو عنده منافس امريكي. منافس امريكي فده برضو عاوز، عنده انتخابات قويه في الاتحاد الدولي. الجودو رغم فشله الذريع لكن مرزوق علي رئيس الاتحاد عنده امل بالاستمرار، لكن عنده برضه انتخابات لانه مترشح قدامه هشام مصباح. هشام ده بطل بطل الجودو الشهير، ومحمد مطيع من الشباب برضه الواعدين جدا. انا هسألك بقى سؤال هنا لو سمحت. معلش سامحني بقى كده في السؤال ده عشان قبل ما اختم، لان انا قربنا نختم وده يهم الناس انها تعرفه، وسؤال خطر على بالي. في اتحاد من الاتحادات اللي فشلت فشل ذريع في الاولمبياد رؤسائها عايزين ينزلوا الانتخابات اللي جايه دي؟ هم نزلوا بالفعل. انا بتكلم من اللي فشلت. ايوه نزلوا بالفعل. اتحاد المصارعه اللي اخجلنا في اكتر من موقف وانت عارفه كويس. طب للاسف بترشح متمسك بالمنصب. الجودو بيترشح، الملاكمه بيترشح. طب المنافس اللي داخل قوي ممكن يعمل جيم بقى وكده؟ الملاكمه عبد العزيز غنيم مترشح، بس داخل قصاده اللي هو مجدي اللوزي. طبعا فاكره كان رئيس جهاز الرياضه العسكري قبل كده. فعنده انتخابات في اتحاد الملاكمه. المصارعه عنده انتخابات برضه لانه داخل قصاده كابتن سعيد صلاح كان رئيس قطاع البطوله في القوات المسلحه، وهلع فتاح عضو حالي مترشح برضه قصاده، عنده انتخابات. الجودو عنده انتخابات زي ما قلت لك. وبمناسبه الجودو ما ينفعش ابدا ابدا ان يكون في مرشح يلف في المحافظات ويروح مثلا المنصوره اول امبارح ويقول للانديه انا مرشح الوزير. لا يجوز. لا يجوز. العلني؟ في الانديه، في الاعداد بتاعته في الانديه قال كده؟ في المؤتمرات الانتخابيه؟ ايوه لا يجوز. ونرجو سياده الوزير اشرف صبحي يراجع هذا الموقف سريعا. حاجه بس سريعه. بس متاكد من المعلومه دي؟ طبعا. بيقعد يقول انا مرشح الوزير؟ طبعا. انا متاكد زي ما حضرتك متاكد، ان انا متاكد ان انت استاذ محمد الليسي، ومتاكد ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. تمام. حاجه بس اخيره. اتفضل. طالما قلنا الاعداد والمخجله بتاعت اتحاد السباحه 10 اصوات. اتحاد الكاراتيه اكتر اتحاد في هيئات في الجمعيه العموميه. كام؟ 259 هيئه. طب ده كويس. ده حاجه كويسه. ده كويس. الكوره 134 هيئه. اليد 79 هيئه تقريبا. مش وحش. السباحه 10، رفع الاثقال 16، الجودو 31، المصارعه 22، المصارعه 22 في بلد كلها بتلعب رفع مصارعه. رفع الاثقال 16؟ اتصور. ده احنا عندنا برضو تصور. نسبه رفع الاثقال دي نسبه المشاركه فيها والشباب اللي بيلعبوها ده كتير جدا. الخماسي الحديث 9، ف برضه الحاجات دي لازم تراجع خلال الفتره اللي جايه. لازم نعضد من الجامعات العموميه ونقوي الجامعات العموميه طبعًا كلها طبعًا. ثقل مش مجرد توجيه لاصوات معينه. يعني مهندس علي ابو ريده هيشوف انتخاباته ولا
اعتقد لا اعتقد الامور مش اسمها يطلع بوم كده اعتقد لا مفيش قائمه تطلع كده ممكن قائمه تطلع بس مش هتكون رئيسها بقوه هنا وريد بعد اعتذار مهندس محمود طاهر اعتقد الامور بعيده شويه تشرفتني ونورتني انا كنت سعيد جدا بالحديث معاك وجودك معايا بمعلوماتك وبشغلك ربنا يخليك حاجه جميله جدا شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا على حضورك نهايه حلقتنا النهارده بكره ان شاء الله حلقه جديده من الهدف الساعه 11 ان شاء الله وتصبحوا على خير.